السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال واليوم الرابع في بطولة كأس العالم روسيا 2018. اليوم الرابع كان قاسي جدا جدا على الفرق الكبيرة، زي ما احنا شفنا منتخب ألمانيا بيخسر من منتخب المكسيك بهدف مقابل لا شيء، منتخب البرازيل بيتعادل تعادل إيجابي 1-1 مع منتخب سويسرا، وبالمناسبة دي تاني مواجهة بين الفريقين في مسابقات كأس العالم بتنتهي بنفس النتيجة، تعادل إيجابي، الأولى انتهت 2-2 ودي بتنتهي 1-1. طبعا في البداية يعني هنبدأ مع حضراتكم، عندنا الفقرة الأولى هي فقرة الأخبار، بعديها هيبقى موجود الفقرة الثانية فقرة اليوم وغدا، بنستعرض فيها مع حضراتكم مباريات اليوم ومباريات غدا وترتيب المجموعة اللي بيتلعب فيها ماتشات اليوم. أما الفقرة الثالثة طبعا هي فقرة على التليفون من روسيا، بيكون معنا يعني بعض النقاد الصحفيين والرياضيين اللي موجودين من روسيا عشان يقولوا لنا آخر الأخبار اللي بتخص منتخب مصر وبتخص المنتخب أو المنتخبات الأخرى بشكل عام. أما طبعا الفقرة الرابعة حكاوي المونديال، زي ما حضراتكم عارفين بنختار حكايه وبنعرضها لحضراتكم، وزي فقره امبارح لما كنا بنتكلم على كريستيانو رونالدو. اما الفقره الخامسه وهي اهلاوي في المونديال، بنختار لحضراتكم لاعب في الاهلي شارك في مونديال 34 او في مونديال 1990، والاثنين بالمناسبه كانوا في ايطاليا. اما الفقره السادسه هتكون المونديال في الشارع، وبنستعرض اهم الاراء المتواجده مع الجمهور المصري الخاص، زي طبعا ما احنا معودين حضراتكم عن منتخب مصر والمواجهه المرتقبه مع منتخب روسيا او على المونديال بشكل عام. اما الفقره الاخيره النهارده يسعدني ويشرفني ان يكون معايا زميلي واخويا كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره دوت كوم، وايضا مقدم ومذيع برنامج العين الثالثه. قبل طبعا ما نبدا مع حضراتكم بفقره الاخبار، هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدا مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره الاخبار اكيد نبدا بمنتخب مصر، ان بعثه المنتخب تتوجه من جروزني الى سان بطرسبرغ لمواجهه منتخب ان شاء الله مصر وروسيا تحكيميا. اما وكيل اعمال محمد صلاح يعلن جاهزيته عبر تويتر، كتب رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح ان محمد صلاح اسفت، يعني هو جاهز للمباراه 100%، بس ده مش معناه تصريح من مستر هيكتور كوبر، عشان الناس اخذت الكلام انه يعني على سبيل المثال مباراه اورجواي قال ان هو جاهز، بس ما قالش ان هو هيشارك. فبالتالي شفنا امام حضراتكم دلوقتي محمد صلاح وهو بيشارك بصفه جديه 100%، وشارك في التدريبات، يعني التحم وجري وعمل سبرنتات ولعب كرات عرضيه وشارك في كل التدريب، وبالتالي ان شاء الله يكون موجود ويمثل لمنتخب مصر قوه كبيره جدا جدا في مباراه منتخب روسيا، اللي انا شايفها من وجهه نظري منتخب متواضع، يعني كسب نتيجه او كسب بنتيجه كبيره، فبالتالي ممكن يكون الناس شايفه ان النتيجه بتعكس المستوى. انا شايف طبعا النتيجه مالهاش علاقه بالمستوى، لكن هو منتخب السعوديه هو اللي كان مش موفق في هذه المباراه. محمد صلاح بيتالق في مران المنتخب قبل مواجهه روسيا، زي ما حضراتكم شايفين هو ده مران المنتخب اللي كان النهارده سان بطرسبرغ، وبالتالي محمد صلاح شارك في التدريبات بالكامل، ربنا يوفقه ان شاء الله يعني ويكرمه ويقدر ان منتخب مصر يخرج من المباراه بالثلاث نقاط. طبعا زي ما احنا مكملين مع اخبارنا، تدريب التحامات لمحمد صلاح في مران المنتخب استعدادا لروسيا، بقاله فتره يمكن 3 أسابيع ما فيش اي التحامات من طبعا خروجه في مباراه ريال مدريد اللي كانت في دوري ابطال اوروبا. اما الاستاذ لهاب الهيطه الحضري حزين بسبب الدكه لكنه لم يفتعل ازمات، اكيد مهم جدا للكابتن عصام الحضري كابتن المنتخب الوطني، انه اكيد شفناه وتابعنا عبر طبعا موقعه الرسمي تويتر ان هو اتكلم وقال كلنا ايد واحده، وبالتالي بيشد من ازر زمايله ومن ازر محمد الشناوي. طبيب المنتخب احمد فتحي سيشارك في مباراه روسيا، كان في بعض التكهنات اللي بتقول ان في اصابه لاحمد فتحي وان هو هيتم استبعاده من المباراه، لكن طبيب المنتخب يؤكد ان احمد فتحي سوف يشارك في مباراه روسيا ان شاء الله من البدايه. احمد فتحي من القوى الضاربه ولابد من الاستعانه به من بدايه المباراه. باشمهندس هاني بريده بيرفض معاقبه الشناوي لرفضه تسلم جائزه افضل لاعب، حوار كبير ملوش اي لازمه تم اثارته النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي بيحصل ان الفيفا
يعني عملت غلطه، بالتالي صلحت الغلطه اللي افتعلتها. طبعا يعني راعي من احدى الرعاه هو بيسلم جائزه افضل لاعب في المباراه بالشكل اللي الشركه بتنتج بيها منتجاتها. الشركه دي عامله طبعا يعني بعض المنتجات اللي بيكون فيها كحول، وبالتالي يعني مأجل الحديث فيها باستفاضه مع ضيفي كريم سعيد اللي هيكون موجود معايا علشان نتكلم فيها من كل وجهات النظر. مورينيو منتخب مصر قادر على هزيمه روسيا، الاستاذ ايهاب لهيطة، كوبر ليس نادما على استبعاد المهاجمين. اكيد كوبر عنده وجهه نظر مش بيغيرها، وبيكون عنده قناعات صعب جدا جدا ان اي حد يغيرها له، وده تعليقا على انه مسافر براس حربة وحيد. اما تريزيجيه لسام موسي طبعا بيتكلم معاه وبيكتب له بيقول له بحبك عشان انت رائع. اكيد طبعا سام موسي وتريزيجيه، سام موسي شارك في المباراه الاخيره وهو كان احد اختيارات هيكتور كوبر، هو مصمم عليه. يعني زي ما بقول لحضراتكم، حتى لو كل الناس اتكلمت على ان مستر هيكتور كوبر في لعيب ما ينفعش ياخده او هم متحفظين، هو عنده قناعات وهو عنده وجهه نظر، وبالتالي سام موسي كان من اللاعبين اللي مستر هيكتور كوبر حارب عليه وضمه وكان موجود معاه وشارك في مباراه مصر الاخيره مكان طارق حامد. مستر هيكتور كوبر بيعقد جلسه مع عبد الله السعيد من اجل الهجمات المرتده، ان شاء الله هتكون يعني سلاح فعال في مباراه مصر وروسيا استغلالا للمساحات مع سرعه تريزيجي ومحمد صلاح. روسيا تستعين بجهاز التنبؤ بالطقس بعد اصابه مشجعي المونديال بامراض صدريه، زي ما احنا عارفين ان الجو يعني الجو متقلب في روسيا، فيها حتت برد جدا، فيها حتت الجو معتدل، لكن احنا عارفين ان روسيا في العموم من الدول البارده، وبالتالي بداوا ان هم يستعينوا بالجهاز علشان يعملوا توعيه للمشجعين المتواجدين في المونديال. استاذ ايهاب لهيطة، لا نضع في حساباتنا تعاطف الحكام مع روسيا صاحبه الارض، وده امر طبيعي جدا جدا، ويعني امر وارد، يعني طبيعي جدا ان ما فيش حاجه اسمها الحكم يتعاطف مع صاحب ارض او جمهور. احنا شفنا الحكام بسم الله ما شاء الله مستويات رائعه، الحكام كلها بتؤدي، يعني كل الحكام فت لياقه بدنيه على اعلى مستوى، كل الحكام، الحكم المساعد، الحكم، حكم الرايه، حكم اللي بيكون في منطقه تقنيه الفيديو، كلهم على اعلى مستوى. اما كولاروف لاعب روما وصاحب هدف الفوز اليوم في مباراة صربيا وكوستاريكا، توقعت أن أسجل الركلة الحرة في شباك كوستاريكا. أما مدرب كوستاريكا، الأمر يزداد تعقيدا وفرصنا في الوصول ثمن النهائي باتت أقل، ده بعد خسارته من منتخب صربيا. أمر طبيعي جدا، كمان منتخب سويسرا بيتعادل مع منتخب البرازيل، وبالتالي كوستاريكا الدايرة اللي بتحاول أنها تخرج منها بتدي عليها، وفرصها في الصعود لدور الستاشر أو يعني بتبقى أقل بكتير من كان خروجها بنتيجة إيجابية. أما المكسيكي ماركيز يدخل التاريخ المونديال بمشاركته الخمسة على التوالي في النهائيات. ماركيز طبعا لاعب برشلونة السابق، خمس مشاركات في كأس العالم، أكيد رقم كبير جدا وتاريخ بيسطره لنفسه في كأس العالم 2018 في روسيا. مركز عنده 39 سنة، هو أكبر لاعب بيشارك الحضري، لو شارك في أي مباراة من مباريات منتخب مصر هيكون هو أكبر لاعب بيشارك في المونديال، لكن مركز حاليا بمشاركته النهاردة أمام منتخب ألمانيا. هو طبعا مركز كمان في ميزة أن الخمس مرات اللي شارك فيها مع منتخب المكسيك كان كابتن في الخمسة كأس عالم اللي شارك فيهم، اكيد طبعا شرف لاي حد، وشرف طبعا لمركز انه بيسطر تاريخ جديد ينتمي الى اسمه. طبعا تشيتشاريتو الفوز على بطل العالم لا يعني الا ثلاث نقاط. طبعا يعني يوكيم لوف مدرب المانيا، خساره المباراه الاولى هو امر مخيب، واوليفر كان الاسطوره الالمانيه وحارس مرمى منتخب المانيا، من حسن حظ المانيا ان لقاء المكسيك انتهى بهدف واحد. هنتكلم ايضا باستفاضه عن المباراه بشكل فني طبعا مع كريم سعيد، وتيسير الجاسم يتعهد بتصحيح مسار المنتخب السعودي في مونديال روسيا. اما الفيفا، مباراه اسبانيا والبرتغال حققت اعلى نسبه مشاهدات في البطوله حتى الان، امر طبيعي جدا، يعني نجوم عالم بيلعبوا في مباراة واحدة، فبالتالي لازم يكون أعلى نسب مشاهدة، لكن أعتقد من وجهة نظري أن مباراة المكسيك وألمانيا ممكن تكون حققت مشاهدة عالية من حيث المتعة والإثارة. شفت النهاردة يعني سرعة المباراة وقفتش ثانية، ومن وجهة نظري دي تاني أقوى مباراة وأجمل مباراة في كأس العالم بعد مباراة أسبانيا والبرتغال. والاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد نجاح تقنية الفيديو في كأس العالم 2018. يا جماعة على فكرة تقنية الفيديو دي مش حاجة الحكم لازم يستخدمها، لا ده هو لو في لعبة معينة هو مش متأكد من صحتها
هو اللي بيطلب ان هو يشوف تقنيه الفيديو. لكن في ناس فاكره ان تقنيه الفيديو ان في حكم بره بينبه الحكم او بيقول له لازم تعمل كده. لا، هو ممكن ينبهه، فهو ليه فيه هو لكن الحكم الساحه او الحكم الرئيسي هو صاحب القرار، ياخد بالقرار اللي بيتقال له او لا. في الاول وفي الاخر هو اللي مسؤول عن خروج المباراه بشكل صحيح. اما رسميا احتساب هدف فرنسا الثاني في شباك استراليا كهدف عكسي وليس باسم بول بوجبا. كلنا لما بنشوف في التلفزيون حاجه، ولما بنشوف في الاعداد والفيفا بيكون ليها حساباتها بتبقى حاجه تانية خالص. اما ديدي ديشامب مدرب منتخب فرنسا يطالب انطوان جريزمان بتقديم المزيد لمنتخب فرنسا، وليونيل ميسي اتحمل مسؤوليه تعادل الارجنتين مع ايسلندا، وكريسبو نجم الارجنتين ايضا بيتكلم على ميسي: ميسي ليس مارادونا، لا يمكنه الفوز بكاس العالم بمفرده. عندنا علامات استفهام كثيره جدا على منتخب الارجنتين، عدم وجود ديبالا في التشكيله الرئيسيه، وعدم استعانة بإيكاردي حتى لو على مقاعد البدلاء، وده على حساب يعني أخذ هيجوين على حساب إيكاردي، فعليه علامات استفهام كتيرة جدا جدا. أما المساكني لنخشى طبعا المساكني النجم التونسي المصاب اللي مش هيكون متواجد في كأس العالم، لكنه حريص أنه يآزر زمايله من خلال المدرجات والتدريبات. يوسف المساكني بيقول لنخشى: إنجلترا واثق من تأهل تونس إلى الدور الثاني، يا رب إن شاء الله آخر أمل أو آخر فرصة لمنتخب عربي أنه يخرج بنتيجة إيجابية من المباريات الأولى. هو منتخب تونس اللي هيلاقي إن شاء الله منتخب إنجلترا غدا الساعة 8 بتوقيت القاهرة. أما حارس مرمى تونس قادرون على لعب دور الحصان الأسود في المونديال، يا رب إن شاء الله يوفق تونس ويوفق كل الإخوة العرب المشاركين في بطولة كأس العالم. أما طبعا جولفين نجم منتخب روسيا سعيد باهتمام نادي برشلونة الإسباني بضمه، لكن معرفش ده خبر صحيح ولا لا، لكن خبر منتشر على المواقع والصحف. أما فابيو كابيلو: ميسي كلاعب أفضل من رونالدو، لكن الفريق الأرجنتيني لم يقدم العون لميسي. اتكلمنا بشكل كبير على ميسي امبارح لما قلنا إن هو بيفتقد الثقة مع المنتخب الأرجنتيني عكس ما وجوده في بطولة مع برشلونة. طبعا ميسي في سنتين يمكن خسر بطولتين كأس أمريكا الجنوبية وخسر نهائي كأس العالم، يعني ثلاث نهائيات، فأعتقد إن ثقته بنفسه، هو كمان كان اعلن اكتر من مره ان هو او المره الاخيره انه اعتزل دوليا، لكن لولا تدخل رئيس الارجنتين ما كانش ميسي هيبقى موجود في كاس العالم 2018. هو كمان صاحب الفضل في تاهل منتخب الارجنتين في التصفيات لمونديال روسيا 2018. اما ساوث جيت: تدريب منتخب انجلترا رحله لم اكن اريدها. ساوث جيت مدرب انجلترا بيتكلم على يعني ما كانش حابب ان هو يدرب منتخب انجلترا، لكن الظروف هي اللي وضعته في تدريب المنتخب الانجليزي. لسه مكملين مع اخبارنا: جماهير منتخب اسبانيا بتطالب بابقاء ديخيا على دكه البدلاء والدافع بكيبا بدلا من ديخيا. كان عنده بعض الاخطاء، لكن كل الناس بتخطئ، واكيد ديخيا واحد من الحراس المميزين في العالم. مدرب كرواتيا: سنعمل على ارسال منتخب الارجنتين الى بلادهم. يعني اعتقد تصريح فيه استفزاز شويه، وكمان يعني منتخب الارجنتين مش منتخب صغير عشان تتكلم عليه بالشكل ده. مودريتش: مباراه الارجنتين صعبه وكرواتيا ستلعب باقصى ما لديها لتحقيق الفوز. ده طبيعي جدا مش نجم ريال مدريد طبعا فيصل فجر: لاعبو المغرب متمسكون بالامل في التاهل الى الدور الثاني، وعزيز بوهدوز يطلب الصفح من الجماهير المغربيه بعد هدفه العكسي في شباك ايران. يعني اكيد طبعا كل لعيبه بتخطئ، لكن انت ان شاء الله تتدارك خطاك وتقدر ان انت تقود منتخب المغرب لنتائج ايجابيه في المباراتين، يعني الغايه في الصعوبه امام منتخب البرتغال ومنتخب اسبانيا. اما طبعا قائد استراليا: اشعر بالغضب من قرارات الحكم في مباراة فرنسا. مباراة فرنسا كان فيها بعض الكلام، يعني كان فيه بعض الكلام او على قرارات الحكم اخذها، لكن في الاول وفي الاخر تقنية الفيديو هي اللي بتحكم في الاخر. اما طبعا روبرتو مارتينز مدرب بلجيكا: يبقى على كومباني ضمن قائبة المنتخب رغم الإصابة. وكمان يمكن خبر أخير ليه علاقة ببلجيكا: أن كورتوا بلجيكا ليست أبرز مرشح للفوز بالمونديال، عليه علامات استفهام. هل ده يعني بينيم الجمهور أو بينيم الصحافة أو بينيم اللعيبة زي ما احنا متعودين من لاعبي كرة القدم ولا لأ؟ لكن أعتقد أن بلجيكا واحد من المؤهلين بقوة طبعا كأس العالم، وإن شاء الله يعني بلجيكا وإنجلترا وتونس إن شاء الله وبنما إن شاء الله تونس تقدر أن هي يعني تصعد مع احدى احدى الثلاث منتخبات اللي هيكونوا موجود. بكده يكون خلصنا مع حضراتكم فقره الاخبار. هنروح لفاصل عشان نتابع تقرير ونسمع طبعا مباراه او اراء الجماهير في مباراه مصر وروسيا اللي هتقام يوم الثلاثاء ان شاء الله، او مباراه مصر واورجواي الماضيه واللي انتهت بفوز الاورجواي 1-0. نروح نشوف ونرجع نكمل مع
اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا فقرتنا التانية وهي فقره زي ما قلت لحضراتكم في البدايه هي فقره اليوم وغدا، وبنتكلم فيها وبنستعرض فيها مع حضراتكم نتائج مباريات اليوم وايضا مباريات غدا وترتيب المجموعات. النهارده كان في ثلاث مواجهات، يعني زي ما انا قلت اليوم الرابع في المونديال كان قاسي جدا جدا على الفرق الكبيره، الفرق الكبيره زي منتخب المانيا بيخسر امام منتخب المكسيك المحترم المقاتل المجتهد جدا، عنده مدير فني وعنده لاعبين بصراحه على اعلى مستوى. لو كانت المانيا لعبت ثلاث ايام ما كانتش هتعرف تحقق، يعني ما كانتش هتعرف تجيب جون بلغه لعيب الكوره. كمان منتخب البرازيل بيفشل في اول مباراه ليه في المونديال في تحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق ثلاث نقاط. طبعا المباراه خرجت بتعادل ايجابي لكن نقطه واحده فقط لا تكفي منتخب البرازيل لضمان صعوده في دور ال 16. زي ما حضراتكم شايفين دي نتائج امبارح، يمكن امبارح واحنا بنتكلم كان اخر مباراه في المجموعه الرابعه مباراه كرواتيا ونيجيريا، واللي انتهت بفوز كرواتيا 2-0 على منتخب نيجيريا، ومباراه منتخب البرازيل امام سويسرا واللي انتهت منذ لحظات او دقائق ومنتخب البرازيل بعد ما تقدم 1-0، منتخب سويسرا ايضا المكافح والمحترم والمجتهد 1-1 بيتعادل. كاس العالم 2018 بيثبت للجميع ان هو مش بالنجوم او مش بالمنتخبات اللي اسمها قوي في العالم، لا، لو انت هتجتهد في شغل فني وفي شغل تكتيكي من مدير فني بيكون في الاخر اداء. شفنا منتخبات ممكن تكون تصنيفها اقل بكتير من المنتخبات الكبيره اللي احنا شفناها، لكن في الاخر اللي بيكون احسن في الملعب واللي بينفذ كلام مدربه واللي بيعرف ان هو يبقى عنده اصرار هو ده اللي بيفوز او هو ده اللي بيحقق نتيجه ايجابيه. يعني دي نتائج المجموعه الرابعه، اما نتائج المجموعه يعني دي المجموعه السابعه اللي هتكون مباراه بكره قبل ما نروح لمباراه او مجموعه الخمسه، دي المجموعه السابعه. بكره ان شاء الله هيبقى في لقاءين يعني او ثلاث لقاءات، لكن المجموعه السابعه لقاءين، مباراه بلجيكا وبنما ان شاء الله ومباراه تونس وانجلترا. يعني ونتمنى ان شاء الله ان منتخب تونس ان هو يعمل مفاجاه ان شاء الله، وان شاء الله هو يبقى المنتخب العربي اللي هيقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في الجوله الاولى من كاس العالم. عشان كده يعني معانا على التليفون الكابتن حاتم المساوي المدرب العام للمنتخب التونسي الاول من روسيا. برحب بيك كابتن حاتم. مرحبا بيك اخويا مرحبا. طبعا ان شاء الله بكره هتبقى مباراه، اكيد مباراه مع المنتخب الانجليزي، مباراه صعبه، لكن كلنا كمصريين وعرب عندنا ان شاء الله يعني نسبه تفاؤل كبيره جدا ان المنتخب التونسي يقدر يحقق نتيجه ايجابيه ويكون اول منتخب عربي يحقق نتيجه ايجابيه او فوز على منتخب انجلترا. ايوه احنا نكون حتما غدوه في مواجهه صعبه مع المنتخب الانجليزي، منافس قوي ضمن نجوم كبار، لازم نحقق نتيجه ايجابيه. احنا ورينا في زوج مباريات الوديه وجه طيب ضد البرتغال واسبانيا، عرفنا كيفاش نلعبوا كوره، عرفنا كيفاش ندوروا كوره، تعرف تطور الرسميات مش للوديات. هنا المنتخبات المنتخب المصري والمنتخب الجزائري المغربي لازم معناها في كوره ثابته في اخر دقيقه تقل التركيز، معناها ضد المنتخبات الكبيره ضمن زي المنتخب الانجليزي والمنتخب ولا المنتخب البلجيكي لازمنا نعرفوا كيفاش نلعبوا ضدهم، نعرفوا كيفاش نحضروا لهم، ان شاء الله نكونوا في المستوى، ان شاء الله نعملوا مباراه كويسه، ان شاء الله ايجابيه. كابتن حاتم اكيد تابعتوا المنتخب الانجليزي وعارفين نقاط الضعف ونقاط القوه، ازاي ممكن كابتن نبيل معلول يبدا اللقاء وازاي حضرتك شايف نقاط الضعف ونقاط القوه في المنتخب الانجليزي؟ ايه اول حاجه قبل ما نحكي على المنتخب الانجليزي القوه نتاعه والضعف نتاعه، انا المنتخب التونسي ولات عندنا معناها طريقه اللعب وريناها حتى في التصفيات ضد مصر معناها في تونس، عندنا طريقه اللعب نتاعنا معناها لازمناش نغيروا طريقه اللعب نتاعنا، لازم نقعدوا في نفس طريقه اللعب نتاعنا هو الطريق الهجومي، معناها نشدوا اكثر نستحضروا اكثر الكوره معناها في الميدان. المنتخب الانجليزي صحيح صحيح منتخب قوي سورتو في الهزمه السريعه في الهزمه المعاكسه، معناها ما ياخذ برشا وقت وكيف يفك الكوره سورتو في وسط الميدان، في ما يرجع القدام في ما يهاجم القدام ما يعطيش وقت للمنافس يرجع الدفاع نتاعه. هذيك النقطة اللي ركز عليها أكثر حاجة، قول لهم اللاعبين قدامكم تخسروا الكرة في سيرتو في وسط الميدان وتبدا سيرتو الدفاع نتاعك يبدا خارج معناها مفتوح على بعضه، لازم الكرة كل كرة بحسابها. المنتخب الإنجليزي كما قلت لك لديه نقاط القوة نتاعه لكن نقاط الضعف نتاعه في الثقل الدفاعي نتاعه في التحول من الهزمة من الهجوم إلى الدفاع في الترانزيسيون نتاعه. النقطة زي ركزنا عليها وقول لهم لازم نلعبوا أكثر على الكلام خاطر يلعب ثلاثة مدافعين
في الدفاع ويلعب ضد انا على اليمين وعلى اليسار زي الازهى محلولين برشا، معناها يقعد كان ثلاثه مدافعين، بالتالي ما قدامهم كان معناها وسط ميدان دفاعي بس، معناها لازم نتغلوا الفرص هذوما نتغلوا الازهى نتاعنا نلعبوا اكثر على الازهى وفيسا ما نغيروا التغيير للوجهه نتاعنا في الكوره، خاطر المنتخب يحب يضغط لقدام يحب يمشي لقدام، لازم تسد معاه الكوره كثيره في نفس المكان، لازم ضربه اثنين وتغير المكان نتاعك في الكوره. ان شاء الله كنت ربي ننجحوا في الخطه هذه، وان شاء الله كنت ربي نعملوا مباراه كويسه، منتخبنا نعاود نقول السلام في سيرتو في اللياقه البدنيه نتاعو، نعرف المنتخب والعقليه الانجليزي واللاعب الانجليزي اللي يحب يمشي لقدام يحب يعطي سرعه اكثر في لعبه، ان شاء الله كيفاش نعرفوا كيفاش نتحكموا سيرتو في معناها في لونتاب دو ماتش معناها في اول ما تبدا المباراه معناها في 15 20 دقيقه الاولى، لازم نعرف كيفاش نلعبوا معاهم. يعني كابتن حاتم من كلام حضرتك واضح ان برضه ده تاكيدا على كلام معز حسان حارس مرمى المنتخب وايضا رئيس الاتحاد التونسي الاستاذ وديع جريء على ان منتخب تونس ممكن يكون الحصان الاسود لمجموعته، هل الكلام ده ان شاء الله يعني حضرتك شايفه انه ممكن يحصل في ظل وجود منتخبين اقوياء زي منتخب انجلترا ومنتخب بلجيكا؟ انا ولو لعبنا مره ليله 30 تالي منتخب بلجيكي مقابله وديه، معناها بلجيكا فاز علينا في اخر وقت ديما على مشكله المنتخبات العربيه التركيز معناها فاز علينا واحد شيء، نعاود نقول لك معناها احنا اول حاجه احنا معناها اللي عندنا طريقه اللعب نتاعنا بصفه عامه معناها لما خسر المنتخب المغربي ولا المصري ولا التونسي ولا الجزائري الفرق هذوما ما يحبوش طريقه لعب اللاعب العربي سورتو باش تاع شمال افريقيا معناها مظبوط علاش خاطر نسدوا برشا كوره معناها عندنا لاعبين سريع القدميين نعرفوا كيف يستحضروا في الكوره معناها مهاريين ان شاء الله بقدر ربي كيما قلت لك احنا معناها نتشقوا باللعب هذايا بالاسلوب هذايا لازم نعطيونا الثقه في الرجاله لازم نمشيو لقدام نمشيو نبريسيو من قدام نضغط عليهم من قدام ما نخليهمش يلعبوا لعب نتاعهم ان شاء الله بقدر ربي نمشيو لقدام ان شاء الله نعملوا المباراه انا ديما نقول وقلناها قبل معناها المباراه الاولى هي المفتاح علاش خاطر احلى مستلموا مع انجلترا وثاني مباراه نلعبوا مع المنتخب البلجيكي لازم المباراه الاولى ما تكون لازمك تخسر فيها تخلي ديما الحضور نتاعك متوفره في المباراه الثانيه ومعناها وانا تعطي اكثر على الثقه لنفس اللاعبين، ان شاء الله ربي نعملوا مباراه طيبه ان شاء الله نعملوا بوينتي ولا تعادل نخرج ان شاء الله. كابتن حاتم اكيد هاخد حضرتك لمباريات المنتخبات العربيه وابدا مع حضرتك من مباراه روسيا والسعوديه، راي حضرتك في المباراه ومستوى فريق المنتخب الروسي وهل يستطيع منتخب مصر انه يحقق نتيجه ايجابيه امام منتخب روسيا؟ أول حاجة لينا احنا مباراة روسيا معناها ضد السعودية، أول حاجة المنتخب السعودي كان خارج تماما على الموضوع معناها. لا عرف كيفاش يدافع معناها يسكر معناها اللجنة نتاعهم لينا الأظهر نتاعهم حتى مرة رجعوا سكروا دخلوا معناها ديجونال ومساكين وسكروا الدفاع نتاعهم ولعبوا برشا محلولين، خلاو المنتخب الروسي يسجلوا يمشي فيه يسجلوا في ميدانه مع الجمهور مع الضغط المسلط على اللاعبين السعوديين. قبلوا ما عادش ينجموا حتى يخرجوا كوره، لان المنتخب السعودي ما نجمش يعمل يعني زوج ثلاثه كوره مع بعضها مش يخرجوها. انا راه المنتخب المصري وراه المنتخب الروسي ما عملش مباراه كبيره مش نجحها ضد المنتخب السعودي، المنتخب السعودي ما كانش مركز كان بعيد على بعضه كان الثلاثه كيفاش يقولوهم بالعربيه من الثلاثه اللينيات معناها الثلاثه الوسط والدفاع والهجوم كان بعاد برشا عليهم ما فيش معناها بلوك ما فيش معناها كتلة مع بعضهم الفريق كامل معناها ما كانش كلام مباراة افتتاحية ضد منتخب كيل روسي تلعب له كيكا لكن نعرفوا المنتخب المصري يلعب لنا احنا معناها قبل في تصفية كأس افريقيا لعب لنا مرة ثانية في كأس افريقيا معناها تصفية منتخب مصري يعرف كيفاش يفكر منتخب مصري معناها منتخب مصري قوي في الهزمة السريعة معناها عنده كهرباء عنده تريزيجي ان شاء الله صلاح يكون في فورمة منتخب صلاح لازم يفاجع معناها المنتخب الروسي معناها المنتخب الروسي صحيح لازم يفوز على المنتخب المصري مش معناها كيفاش يقولها مش يضمن معناها التهيئه المان نتاعو 100% معناها ان شاء الله بكره ربي يقل المساحات ان شاء الله المنتخب المصري معناها يركز شويه في البناء حتى في المباراه الوديه ضد البرتغال في اخر وقت قبل ما رونالدو نفس الهدف قبلوا مع منتخب الليلكوي معناها لازم يعرف كيفاش يركزوا كيفاش ياخذوا نعرفوا احنا عمر جابر وايجازي معناها طويلين لازم معناها يكونوا اكثر معناها في المركز يكونوا اكثر معناها اكسح احنا باللغه الكوره نقولوا معناها بالتونسي مش يقاول ريبريت سلام قلت ربي المنتخب ده عندي ثقه في المنتخب المصري مش ترشح. اما المنتخب المغربي هل حضرتك شايف ان فرصه بتقل بعد خسارته من ايران؟ عنده مباراتين غايه في الصعوبه امام المنتخب البرتغالي ومنتخب اسبانيا، فرص حظوظ منتخب المغرب من وجهه نظر حضرتك؟ والله عكس المنتخب التونسي والمنتخب المصري معناها المنتخب كما قلت انت معناها المغرب صعب على نفسه كي خسر مع ايران. بالظبط مظبوط. لا مع منتخب البرتغال مع منتخب اسبانيا اللي هم متعديين. لازمهم بالسيف يفوزوا عليه باش يترشحوا معناها سيء معناها باش يلعب معناها احنا بنقولوها بالفرنسيه لي تو بلو تو معناها على طول معناها ما عادش عنده معناها حل اخر لازمو يخرج يمشي لقدام يلعب كورته اللي هي مش سلاح المنتخب المغربي معناها
مع رونار معناها يربي رونار والمنتخب المصري المغربي معناها يلعب كتله التالي ويلعب الهجوم المعاكس السريع معناها مش يلعبوا اللي هو مش منتخبات لازم يخرج القدام يلعب كوره معناها ويسد يحكم في الكوره ان شاء الله معناها يعرف كيفاش يلعب معناها ضد المنتخبات هذوما وتعرف المنتخبات الكبار يظهروا ضد المنتخبات الكبار يعني في المباريات الكبار ان شاء الله المنتخب المصري يوري وجه به وان شاء الله يترشح يا رب المغربي يترشح ولو احنا انا نقول 50% سايبها برشا على المنتخب المغربي بكاشه. يعني يا كابتن حاتم بكره ان شاء الله ربنا يوفقكم، وطبعا حضرتك عارف ان كل الشعب المصري قلبه يعني تمنياته بفوز المنتخب التونسي، وان شاء الله بكره هنكلم حضرتك بعد المباراه عشان نبارك لك على نتيجه ايجابيه للمنتخب التونسي، وان شاء الله ان هو يكون اول ظهور او اول فوز ايجابي او نتيجه ايجابيه للمنتخب العربي تكون عن طريق المنتخب التونسي. بشكرك كابتن حاتم، شكرا جزيلا على وجودك معايا. كابتن حاتم المساوي المدرب العام للمنتخب التونسي الاول كان موجود معانا واتكلم معانا باستفاضه في كل كبيره وصغيره عن كل ما يخص المنتخب التونسي في مواجهته بكره ان شاء الله امام المنتخب الانجليزي، هتكون مواجهه صعبه جدا. ايضا نتكلم على طبعا تعليقه على مواجهات المنتخبات العربيه زي منتخب السعوديه امام روسيا امام اورجواي. منتخب تونس الشقيق، وكانت مداخله مهمه جدا عشان نتكلم فيها على مواجهه بكره ان شاء الله اللي هتكون الساعه 8 بتوقيت القاهره. بكره هيبقى فيه ان شاء الله ثلاث مواجهات، الساعه 2 طبعا السويد هتلاعب كوريا الجنوبيه، والساعه 5 بلجيكا هتلاعب بنما، اما الساعه 8 منتخب تونس هيلاقي منتخب انجلترا. اما لو طبعا زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه دي المواجهات اللي هتكون بكره، بنقول تاني قلناها قبل كده لكن تاني، مباراه بلجيكا وبنما وتونس وانجلترا، قبليهم مباراة السويد وكوريا الجنوبية، ودي طبعا مجموعة باقي مجموعة ألمانيا والمكسيك اللي لعبوا الفريقين النهاردة، والمنتخب المكسيكي بيفوز 1-0. يعني هنقول لحضراتكم بعد لقاءات اليوم ترتيبات المجموعة. المجموعة الخامسة منتخب صربيا طبعا لقاء اللي أقيم اليوم وانتهى بفوز المكسيك 1-0 على ألمانيا. اما جدول ترتيب المجموعه الخامسه هقولها انا مع حضراتكم سريعا. صربيا بتتصدر مجموعتها بثلاث نقاط بعد فوزها على منتخب كوستاريكا، اما منتخب سويسرا والبرازيل عندهم نقطه واحده، اما منتخب كوستاريكا لا يوجد عنده نقاط بعد خسارته من المنتخب الصربي. والمجموعه السادسه اللي اتلعب منها لقاء واحد النهارده هي مباراه المكسيك والمانيا، والمكسيك بتفوز 1-0 طبعا في المركز الاول، اما المانيا موجوده في المركز الرابع طبيعي جدا ما لعبتش فيه، يعني عندها فارق هدف وصفر من النقاط. اما السويد وكوريا الجنوبيه غدا هتبقى المباراه الساعه 2 عشان يجيب صاحب المركز الثاني والثالث بعد احداث المباراه. يعني لو معانا وقت ممكن يعني نقول لحضراتكم شويه بعض الاحصاءات، طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي اكيد ثاني نتيجه المجموعه الرابعه، كرواتيا ونيجيريا والبرازيل وسويسرا، المجموعه اللي كنا بنتكلم على ترتيبها. لكن في الاول وطبعا ودي الارجنتين واسلندا المباراه اللي اتلعبت امبارح ايضا، واللي المنتخب الارجنتيني فشل في حصوله على الثلاث نقاط. يعني سريعا طيب احنا المجموعه الرابعه برضو هقولها لحضراتكم تاني علشان يبقى يعني كل حاجه واضحه لحضراتكم. المجموعه الرابعه منتخب كرواتيا في المركز الاول عنده ثلاث نقاط بعد فوزه على منتخب نيجيريا، ايسلندا صاحب المركز الثاني عنده نقطه واحده من تعادل امام منتخب الارجنتين، ومنتخب الارجنتين ايضا في المركز الثالث بنقطه واحده، اما نيجيريا في المركز الرابع بصفر من النقاط وعليها هدفين. يعني لو لسه لا طيب يعني احنا دلوقتي هنقول لحضراتكم تاني على ترتيب المجموعات. المجموعه الاولى روسيا صاحب المركز الاول ثلاث نقاط، اورجواي صاحب المركز الثاني بثلاث نقاط، اما منتخب مصر في المركز الثالث صفر من النقاط، ومنتخب السعوديه صفر من النقاط في المركز الرابع. المجموعه الثانيه منتخب ايران في المركز الاول، اكيد طبعا مفاجاه ان هو يكون متصدر في ظل وجود منتخب البرتغال واسبانيا، عنده ثلاث نقاط، اسبانيا مركز ثاني بتتساوى مع البرتغال بنقطه لكل فريق، اما المغرب في المركز الرابع بصفر من النقاط. والمجموعه الثالثه منتخب فرنسا مركز اول ثلاث نقاط
نقاط، بيتساوى مع منتخب الدنمارك 3 نقاط، هدفين طبعا يعني لعب كل واحد مباراه وعندهم 3 نقاط، لكن فرنسا طبعا مسجله هدفين، فبالتالي في المركز الاول فرنسا دخل فيه هدف، الدنمارك لم تستقبل اي اهداف. استراليا في المركز الثالث وبيرو في المركز الرابع، 0 من النقاط. وكده استكملنا مع حضراتكم كل المجموعات اللي كانت موجوده. عن بنكمل معاكم يوم بيوم عن كأس العالم والمونديال في روسيا 2018. وقبل ما نروح لفقرتنا الثالثة اللي هتكون موجودة معنا من روسيا والمونديال أو على التليفون من روسيا، هنروح نشوف تقرير تاني مع الجماهير ونرجع نكمل مع حضراتكم في المونديال. المنتخب قدم اداء ما شفتوش قبل كده في حياتي الصراحه. انا عندي 25 سنه، اول مره في حياتي اشوف المنتخب بيلعب في كاس العالم، فكان حدث مهم جدا جدا بالنسبه لي. الاداء المنتخب اداء مبشر، انا شفت اتفرجت على ماتش الافتتاحي بين روسيا والسعوديه. بالنسبه لمنتخبنا كمنتخب عربي قدم اداء مبشر، ان هو شرفنا، شفنا كافاني بعد ما خلص الماتش راح سلم على صلاح، شفنا حاجات كتيره جدا، شفنا شناوي خد ماتش. في اخر 88 بس يعني اعتقد ان احنا في ماتش روسيا هنعمل حاجه والمنتخب هيقدم اداء قوي جدا جدا جدا. الماتش كان كويس، العجيب بس ان في اخر 10 دقايق كان ممكن ننزل صلاح، كانت فرقت معانا كتير قوي. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان صلاح ينزل الماتش الجاي، بيأثر كتير مع مجموعه اللعيبه. باذن الله ان شاء الله نقدر نتغلب على روسيا. انا كنت متفاجئ من اداء المنتخب من الفتره الاخيره في الماتشات الوديه، كان المنتخب مش في حالته الطبيعيه، لكن كان اداؤه كويس وكان اللعيبه بتلعب بروح كويسه قوي، ويعني حتى الجون اللي دخل فينا ناس كثيره قوي قالت ان احنا اتظلمنا في حاجه زي كده، يعني المنتخب استاهل ان هو يفوز في الماتش ده. الماتش كله كان كويس، وكابتن عمرو ورده كان كويس جدا، وكابتن شناوي كان كويس جدا برده، وان شاء الله نتمنى ان الماتش الجاي نعوض الاجوان، وكابتن محمد صلاح ان شاء الله ينزل الماتش الجاي، واحنا نحييهم كلهم ان شاء الله. الماتش كان حلو جدا، وتعادلنا لغايه اخر دقيقه 89، والصراحه يعني المنتخب عمل اللي عليه وزياده من غير محمد صلاح، عشان محمد صلاح اساسا لما بينزل بيدي ثقه اكتر للناس وبيمسك ناس اكتر وبيعمل شغل اكتر. انا شايف انت عندك منتخب فوق الممتاز، ان هو ينزل مونديال 28 سنه غايب عنه وينزل مع منتخب زي الاورجواي، كان بينافس، كان واخد تقريبا كاس العالم مره او مرتين على ما اتذكر، منتخب قوي جدا، وينزل ويعمل الاداء ده. لا احنا ان شاء الله في امل كبير قوي، في امل كبير ان احنا نصعد ان شاء الله، بس هو لازم برضه لازم يسمع من ده ويسمع من ده ويشوف ايه الاخطاء اللي عنده لازم يعالجها. الماتش كان كويس، عملنا شغلنا كويس، بس هو كان ناقص بس الهجوم، كان المفروض نهاجم اكتر، وهي الدفاع كان كويس، كان كل حاجه كويس، وكان تريزيجيه كان شغال، ومروان محسن وكله كان شغال كويس، بس هي مشكله في الهجوم، ما عندناش مهاجمين كويسين، ان هم ولد يعني من تاسيس الهجمه ما كانش كويس، كانوا محتاجين حد بلاي ميكر يلعب كوره كويس. في روح، انا ملاحظ ان في روح عاليه قوي، والمنتخب بيلعب بشكل جماعي كويس جدا، وان شاء الله التوفيق. المنتخب مسك نفسه لغايه اخر دقيقه، بس طبعا احنا كمان الهجوم عندنا كان يعني عشان صلاح ما كانش موجود، بس ان شاء الله يعني الماتش الجاي تعوض اكتر. المباراه دي بصراحه المنتخب مادي اداء رجولي، يعني غير اي ماتش في التصفيات كمان، يعني انا فضلته عن ماتش البرتغال كمان، كان المنتخب بيلعب باداء كويس جدا، بس هو كان ناقصنا محمد صلاح بصراحه.
اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع حضراتكم في فقرتنا الثالثه وهي على التليفون من روسيا. هنطير لروسيا حالا دلوقتي، ومعانا على التليفون الاستاذ مصطفى طنطاوي الناقد الرياضي والمدير الاعلامي لشركه برزنتيشن، الشركه الراعيه للمنتخب الوطني. استاذ مصطفى. كابتن عمر، تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام، مشاهدين قناه النادي الاهلي. اكيد طبعا، يعني كل سنه وحضرتك طيب. يعني عيدت في روسيا، لكن بقى يعني عايزك بقى تنقل لي اجواء تدريبات منتخب مصر الاخيره في وجود محمد صلاح، وحضرتك اكيد من اوائل الناس اللي كتبوا واتكلموا وقال محمد صلاح شارك بكل قوه النهارده وانه جاهز لمواجهه روسيا يوم الثلاثاء ان شاء الله. والله النهارده كان في تدريب صباحا في 11 صباحا في معسكر المنتخب على ملعب احمد ارينا في مدينه جروزني، وكان تدريب قوي وجميل وممتع، واقدر اقول لك مبشر بالخير، لان صلاح النهارده شارك بكل قوته. صلاح كان بيلتحم وبيشترك وبيسجل يعني كل الروح اللي كانت موجوده عند صلاح الحمد لله استعادها النهارده، والواضح ان هو اطمن 100% على نفسه، والواضح ان الجهاز الفني والجهاز الطبي اطمن بدرجه ممتازه عن محمد. فاقدر اطمن حضرتك واطمن كل جماهير مصر ان شاء الله رب العالمين محمد صلاح نجمنا الكبير ذا ايجيبشن كينج جاهز جدا للمباراه القادمه باذن الله والباقي البطوله. يعني استاذ مصطفى، اكيد يعني هل ظهر بعض تكهنات او بعض التوقعات مين اللي ممكن يخرج من تشكيله منتخب مصر؟ كلام بيقول على خروج مروان محسن من التشكيله الرئيسيه او عوده محمد صلاح ليشارك في مركزه الرئيسي بدلا من عمرو ورده. هل الكلام ده صحيح ولا لسه محدش عارف؟ والله لا، كلها مجرد تكهنات. يمكن لو اقول لحضرتك ان احنا لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها وجلسات مع اللاعبين ومع الجهاز الفني لسه الامر لم يحسم بعد. يمكن ان بكره صباحا ان شاء الله هيكون في بعد الافطار في جلسه بالفيديو، محاضره بالفيديو بين الجهاز الفني واللاعبين، ويمكن بعد التمرين الرئيسي بكره ان شاء الله في 7:30 على استاد سان بطرسبرج اللي هيتلعب عليه المباراه، وده التدريب الرئيسي. يمكن بعد التمرين هيكون في فكره كبيره عن التشكيل المتوقع للمباراه الهامه جدا. طبعا في تكهنات بتقول ان ممكن مستر هيكتور كوبر ينزل محمد صلاح ويلعب ورده وتريزيجيه تحتيه، وفي حد بيقول تاني لا، هيلتزم مروان محسن يفضل موجود، ومجرد التغيير بنزول اللاعب الاصلي محمد صلاح مكان عمرو ورد. كلها مجرد تكهنات، لكن اقدر اقول لحضرتك ان كل كتيبه مقاتلي منتخب مصر جاهزه معنويا، جاهزه نفسيا، جاهزه بدنيا، جاهزه فنيا باذن الله رب العالمين، لان مباراه كبيره زي ما حضرتك عارف، وهي تعتبر من اقدر اطلق عليها ان هي من اهم مباريات المنتخب الوطني المصري في العصر الحديث. يعني حضرتك كنتم متواجدين في مباراه اوروجواي، وكان الوجود او التواجد الجماهيري كان كبير، ما كانش وحش، لكن بقى هل وحضرتك عارف ان سان بطرسبرج يعني من اهم المدن اللي موجوده في روسيا، واكيد عارفين ان في تواجد جماهيري كبير جدا جدا هيكون موجود ان شاء الله في المباراه، هل ده هيكون عامل ايجابي كبير للمنتخب وهيديهم يعني حماس وقوه داخل مباراه منتخب روسيا ان شاء الله؟ طبعا كان عامل كبير جدا في المباراه اللي فاتت. يمكن اقدر اقول لحضرتك اللاعبين مجرد نزولهم لملعب المباراه وكانوا حتى بيقولوا التعليقات ديت لبعضهم وعلى الدكه وبيقولوها لنا، هم حسوا نفسهم في القاهره بالجمهور الكبير اللي موجود، ما كانوش متخيلين ان ده هيكون. يمكن اكد لحضرتك ان في كثير مصريين كانوا مشتريين تذاكر وللاسف ما راحوش ماتش يكاترينبرج. بعيد ها؟ بعيد، المسافه بعيده جدا. لا، وكان في مشكله اكبر ان صعوبه انك تلاقي رحله لو انت مش مسكدول جدولك ان هتلاقي رحله وتكون حاجزها من زمان، فلان كانت كل رحلات الطيران منتهيه، وكان اي حد عايز يسافر سواء من سان بطرسبرج او من موسكو، دي اكبر المدن اللي موجوده في روسيا طبعا، واللي معظم المصريين بيسافروا عليها لان دي خطوط الطيران شغاله من مصر، فكان لو هيسافر بوسيله ثانيه فكان هيكون القطر، والقطر بياخد اكثر من 24 ساعه عشان يكون موجود هناك، فدي كانت مشكله كبيره. حجز التذاكر كان بنسبه كبيره جدا لصالح مصر. يمكن حتى التواجد في الملعب كان واضح جدا ان الجمهور المصري كان هو اللي مسيطر، سواء في التشجيع، في التعليقات، في المتابعات خلال المباراه،
وده هيبقى روح كبيره. يمكن هنا في سان بطرسبرغ المصريين كتير جدا، العرب كتير، الليله والليله الجايه يمكن البحث عن تذكره هو شعار اليوم وشعار الليله وشعار اليومين اللي حاجه من رابع المستحيلات يا استاذ مصطفى. صعبه جدا ويمكن الكل بيتعشم، بس للاسف التذاكر فعلا صعبه جدا. المباراه دي مباراه روسيا بالذات، لان معظم المصريين مركزين جدا مع المباراه. يمكن في رحلات خاصه جايه من مصر كتيره قوي، يعني النهارده وبكره هيكون في رحلات كتير جدا. بالظبط، يعني السفير المصري اعلن كان الاحساس كان الاحساس من بدري ان دي هتكون المباراه الفاصله والاهم، كان عند المصريين، وسبحان الله يمكن هو فعلا اللي حصل. كمان في حاجه جميله جدا موجوده هنا في سان بطرسبرغ، يمكن اقولها لحضرتك على الهواء، معرفش تعرفوها ولا لا. يمكن الفان زون او منطقه المشجعين، مصر عامله منطقه خاصه بيها ومفتوحه فري لكل الجنسيات والروس بالاخص. يمكن هي اكبر منطقه مشجعين هنا في سان بطرسبرغ بعد ما السلطات المحليه الروسيه سحبت الترخيص من الفيفا قبل المونديال بحوالي اسبوع. هم اضطروا يعملوا فان زون جديده او منطقه مشجعين جديده، لكن منطقه المشجعين المصريين هنا اللي عاملها الاتحاد المصري شركه برزنتيشن سكول يمكن من اهم المناطق المشجعين، وبتشهد اقبال كبير جدا من جميع الجنسيات لمتابعه المباريات خلالها. فدي حاجه كمان جميله. اكيد طبعا اكيد. لكن حضرتك بقى وحضرتك موجود يعني داخل البعثه وعارف يعني كل كبيره وصغيره، وحصلت مشكله بلا مشكله في على السوشيال ميديا وفي بعض الاعلام، ان بعد ما محمد الشناوي فاز بجائزه رجل المباراه ورفض استلام الجائزه، سمعنا كلام كتير قوي. عايز اعرف بقى من حضرتك كل اصداء المشكله اللي تم الاعلان عنها بعد ما محمد الشناوي رفض انه يستلم الجائزه من شركه باد، الشركه الراعيه واللي بتسلم رجل المباراه بعد كل مباراه. وكمان الفيفا اخذ قرار يمكن عجبني جدا جدا، انه تم الغاء كل الجوائز الخاصه من هذه الشركه لو تم اختيار لاعب عربي او لاعب مسلم. انا عايز اعرف بقى، اسمع القصه وتقول لي بالظبط ايه اللي حصل. يعني هو طبعا كانت في سعاده بالغه في البعثه وفي المنتخب وفي اللاعبين ان تم اختيار رجل المباراه مصري ويكون محمد الشناوي. محمد فوجئ وهو بيستلم الجائزه ان هي عباره عن كوباية كبيرة او الشكل نقدر نقول كاس من البيرة. فطبعا هو مش كاس من البيرة فعلي، لكن هو على شكلها بالظبط مجسم. فهو فوجئ، هو طبعا طبيعة والفطرة اللي عند محمد خلته يشمئز ويرفض ان يستلم الجائزة. مسؤولين في علشان كده اتخذوا قرار محترم بان هم يفهموا المشاعر الدينيه اللي موجوده عند اللاعبين المسلمين بالاخص، مش مصنفينهم عرب او خلافه، اللاعبين المسلمين بالاخص، وان دي عقيده في الاسلام، ان ده شيء محرم في الاسلام انك تشرب ده. فعشان كده خدوا قرارهم، وكان قرار سريع ومتفاهم ومحترم جدا، بان لو فاز اي لاعب مسلم بجائزه المباراه لانه هيكون مش هيتم تقديم الشكل الجائزه له من شركه القمور الراعيه لكاس العالم. طب هاخد حضرتك لشقين، اول شق، هل الفيفا ممكن تعوض محمد الشناوي بجائزه بشكل مختلف؟ هو مش ده خلاص محمد خلاص محمد يعني المنظمه ان هي لما تعتذر او تاخد قرار بان هي اي لاعب مسلم هيتم طبعا عدم وجود شعار بجانب اسمه في مان اوف ذا ماتش، وايضا عدم تسليمه الجائزه او الشكل حضرتك قلت عليه ده. هل حضرتك شايف ازاي بقى السوشيال ميديا او الاعلام المصري حضرتك بترد يعني تقول لهم ايه على ان الفيفا بيدافع وبيتكلم على ان دي تخالف العادات والتقاليد؟ مش في مجال ان انا ادافع عن الاتحاد الدولي من عدمه، لكن انا في مجال ان انا أثمن التدين اللي موجود عند اللاعب المصري وأهمية حفاظه سواء على الكالتشر بتاع ثقافته أو على تدينه، وده شيء محترم العالم. لا أنا بتكلم يا أستاذ مصطفى في حاجة، أنا بتكلم في حتة إن ده تم فعلا من الفيفا، لكن بعض الأقلام وبعض السوشيال ميديا بيقللوا، يعني بيقولوا كان لازم الشناوي ياخدها، ما ينفعش إن هو كان يرفض. فده اللي بتكلم فيه، إن إزاي الفيفا تتكلم وتصرح وتقول إن هي بتعتذر أو إن هي بتبين حاجة إيجابية، وفي نفس الوقت الشعب المصري أو الجمهور المصري اللي المفروض يبقى يعني فرحان إن الشناوي رفض حاجة زي كده، إن هو بيقلل منه أو بيقولوا ان هو ما ينفعش ان هو ما كانش ياخد الجائزه.
يمكن اقول لك بالراحه شويه على الشعب المصري، احنا اول مره نطلع كاس عالم في 2028. مظبوط مظبوط، تجربه جديده على الكل، تجربه جديده على اللي بيديره، تجربه جديده على اللي بيكاتشينه اللي بيديره فنيا، تجربه جديده على اللاعبين، تجربه جديده على المجتمع كله المصري، بس تجربه جميله طبعا. اتمنى يا رب ربنا يوفقنا فيها كلنا، ونتمنى ان الناس كلها تبقى بتفكر في حاجه واحده بس، تفرح ان انت مصر في كاس العالم، وادعم منتخب بلدك، ما تفكرش في حاجه ثانيه، ما تفكرش في حسابات مع اشخاص، ما تفكرش في حسابات مع لاعبين، فكر بس في اسم مصر، وفكر بس في الهدف التاريخي، الملحمه التاريخيه اللي احنا موجودين فيها، اسم مصر عامل ازاي النهارده. الاعلام لو كان في 35 صحفي مصري يتصور كانوا موجودين في انتظار البعثه المصريه والفريق المصري هو جاي على سان بطرسبرغ، اقدر اقول لحضرتك ان ثلاث اضعافهم كانوا اعلام روسي واعلام دولي. حضرتك انت عندك قيمه كبيره جدا في منتخب مصر، عندك لاعبين كبار، عندك جماهيريه كبيره، عندك محمد صلاح. محمد صلاح يمكن لو كنا بنتكلم وبنقول محمد صلاح قيمه ومحمد صلاح معنى ومحمد صلاح، لا، محمد صلاح قيمه كبيره، مفيش اعلان في الثلاثه الاوائل او الاربعه اللي بيتكلموا عنهم. اقدر اقول لحضرتك احنا الحمد لله رب العالمين، احنا منتخب محترم جدا، ادائنا في المباراه الاولى اكد نظريه العالم عننا ان احنا منتخب محترم في غياب محمد صلاح، فما بالك ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله بعد رجوع محمد صلاح. يمكن كلنا لازم نبقى عارفين ان دي اول مباراه لمحمد صلاح بعد الاصابه، فاكيد اكيد ما نكونش مستعجلين على مستوى محمد صلاح، ونقول ان شاء الله رب العالمين ربنا يوفقه ويؤدي بمستواه المعروف عنه يا رب. استاذ مصطفى يمكن بشكر حضرتك، وان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر، وربنا ينصر المنتخب يوم الثلاث. وجود حضرتك كان مهم جدا معايا، اتكلمنا بشكل عام على منتخب مصر، وطمنا على نجمنا المصري احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في الدوري الانجليزي محمد صلاح، واكيد طبعا اتكلمنا على الشناوي افضل حارس في او افضل لاعب في مباراه مصر واورجواي. بحضراتكم من جديد، يعني سمعنا كلام الأستاذ مصطفى على محمد الشناوي أفضل لاعب أو أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروغواي، واللي تم اختياره من قبل الفيفا. يعني عايز أتكلم مع حضراتكم، يعني هاخد الشناوي مثال، وهاخد لاعب آخر أو لاعب مسلم موجود في إحدى الفرق الأوروبية، وفرانك ريبيري. فرانك ريبيري أيضا لما بنشوف صورة الموسم لنادي بايرن ميونخ، بنلاقي ان كل اللعيبه بيحتفلوا بوجود كاس من البيره في ايديهم، وكلهم بيتصوروا بيه. فرانك ريبيري الوحيد اللي بيكون ايده فاضيه، او بيكون ماسك حاجه تانية غير البيره، ما بيطلعش الاعلام الالماني ينتقد او بيقلل منه، الناس بتحترم عادات وتقاليد، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. استاذ مصطفى اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال ان هو في الاخر اخذ الجائزه، لكنه في الاول طبعا رفض، بسبب انه يعني رفض ان هو طبعا اتخض واتكسف، وده طبيعي، امر وارد وبيحصل مع كل اللعيبه المسلمه اللي في العالم، كل واحد حر يعني هو بيعمل ايه، او كل واحد مسؤول عن تصرفاته وعاداته وتقاليده في الاول وفي الاخر، يعني كل واحد هو اللي بيمثل نفسه، هو اللي مسؤول عن اللي بيعمله. فاحنا شفنا وسمعنا ان القصه كلها في الاول وفي الاخر ان الفيفا يعني اكيد كانت غلطه كبيره جدا من الفيفا ان هم ما يكونش في الحسبان ان اللاعب في لعيبه مسلمين هيرفضوا، او هتكون في مشكله، او هتكون في مشكله بالنسبه للعيبه العرب وبالاخص المسلمين. يعني اخيرا قبل ما نروح لتقرير معانا لمحمد الشناوي، اكيد يعني كمان لفته طيبه من الفيفا ان في اختيار، يعني اكيد لو موجوده نعرضها امام حضراتكم قبل ما نروح للتقرير، ان في اختيار افضل لاعب في المباراه لو لاعب مسلم بيتم حجب شعار الشركه الراعيه اللي هي منتجه للخمور بجانب صوره اللاعب المسلم، وفي صور تانية او لو اي لاعب اجنبي حصل على جائز افضل لاعب في المباراه هم بيحطوا الشعار ده. فبالتالي الفيفا بعد ما اخطات، ممكن يكون يعني كل حاجه وارده، ما حدش ما بيخطئش، لكن الفيفا تفهمت، فبالتالي كان لازم نسمع من الاستاذ مصطفى، واتكلم وقال تعليق جميل جدا ان دي حاجه جديده على المصريين، 28 سنه ما وصلناش، ما كانش من سنه 1990 لا انترنت ولا فيسبوك ولا انستجرام ولا تويتر ولا اي حد يقول رايه ولا التوك شو ولا الصحافه ولا الاعلام بالشكل الرهيب والكبير ده. قدام حضراتكم دي جائزه مان اوف ذا ماتش لمحمد الشناوي بدون اي شعارات. هنشوف صوره ثانيه مثلا لكريستيانو رونالدو، هنا
طبعا بادي الشركة الراعية اللي بتبقى موجودة في تسليم رجل المباراة، وبالتالي هي موجودة جنب صورة كريستيانو رونالدو. فبالتالي كنا لازم نوضح لحضراتكم قبل ما اتكلم مع ضيفي اكيد، ويعني نتكلم بالتفصيل عليها من وجهة نظره، شفناها من وجهة نظر الاستاذ مصطفى طنطاوي، عشان كده ونشوف ونسمع تقرير عن محمد الشناوي ونرجع نكمل مع حضراتكم المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، وده كان تقرير عن محمد الشناوي اللي انا اتشرفت في يوم من الايام ان اكون موجود معاه في ناشئي النادي الاهلي. محمد الشناوي ابن من ابناء النادي الاهلي، لكنه خرج وعاد من جديد ليكتب التاريخ ليه كحارس مرمى وكافضل حارس مرمى في مباراه مصر واوروجواي، او افضل لاعب كمان، يعني افضل لاعب يكون اقوى من افضل حارس مرمى، وان شاء الله ربنا يكرمه ويثبته في مباراه روسيا ويقدر ان هو يحافظ على نظافه شباكه. لسه مكملين مع حضراتكم في فقرتنا على التليفون من روسيا، علشان لسه هنكمل فقرة التليفونات، ومعنا تليفون من الأستاذ محمود شوقي مدير تحرير الرياضة بمجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ محمود برحب بحضرتك. أهلا بيك يا كابتن عمر، أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. إيه الأخبار؟ طمنا كده على الأجواء في روسيا ومنتخب مصر والأجواء الإيجابية، وإن شاء الله بقى يعني وجودنا في مباراة روسيا يوم الثلاثاء مصر من باين على كل اللعيبه تقريبا في النادي الثاني. احنا لسه سايبينهم من حوالي ربع ساعه بالظبط، اللعيبه تناولت العشاء و يعني هيلجأوا لبعض من الراحه، لقسم من الراحه. فعلا الرحله مجهده الى حد ما، ولكن تتفادي ان كل الامور تسير بشكل طيب. تحدثنا مع الجهاز الفني منذ قليل ومع اللعيبه، كلهم تفاؤل، لهم امل وتخطيط للفوز على روسيا برغم صعوبه المباراه، الا ان كل اللعيبه عندها عزيمه لذلك. لسه بتحدث طبعا، بتتكلم عن محمد الشناوي طبعا، بس عن محمد الشناوي حول المباراه الماضيه، الراجل طبعا سعيد بما قدمه، بيوعد الجمهور انه هيواصل التالق باذن الله. بالمناسبه كمان لسه كنت بتكلم مع عصام الحضري، البعثه الاعلاميه كان بيتكلم مع عصام الحضري في حوار مطول، والراجل اكد انه 23 لعيب دي واحده، كل الفريق كل تركيزه في خط الدور الاول، اكد انه يعني بيواصل دعمه محمد الشناوي طالما اختاروا الجهاز الفني بيكون الحارس الاول المباراه الماضيه، وبيقول ان المنافسه الشرسه ما بينهم بتصب في صالح المنتخب. كل الفرقه تقريبا سعيده باداء محمد الشناوي على وجه الخصوص. خليني اقول لك انه لعيبة المنتخب كلهم توجهوا لمحمد الشناوي بعد المباراة الماضية، أشادوا بيه وأشكوا على أدائه وشجعوه أكثر على مواصلة المشوار. وأعتقد إن الشناوي قدم مباراة كثيرة أمام روسيا، قدمها أمام أوروجواي، ربما ينافس بقوة على إنه يكون من الدوري الأفضل طبعا اكيد ان يحصل حارس مرمى على مان اوف ذا ماتش، ده شيء الناس كلها متوقفه عنه، الصحافه الروسيه تحدثت عنه كتير. اعتقد ان هو من اهم نجوم المنتخب. في حاله طيبه، محمود تريزيجي في حاله طيبه للغايه، رغم ان هو خد كلمه قويه في الصفاق، مش مجرد شد فقط اللي بعض قال، لا هو خد كمان قدمه في الصفاق، كلمه قويه في الصفاق. حالته تحسنت كثيرا. طارق حامد بخير، لازم كنت اتاكد ان طارق حامد هيكون من النجوم اللقاء المقبل باذن الله. اوبر بيواصل جلساته مع اللعيبه لدراسه المنافس والتشاور حول نقاط ضعف الفريق الروسي، العنيد هجوميا، الخطير في الكرات العرضيه والخطير في الكرات الثابته، لكنه في المقابل ايضا بيعاني من ثغرات دفاعيه واضحه. طبعا بالنسبه لكابتن عمر، الصحافه الروسيه، انا كنت عايز اخدك بقى للصحافه الروسيه، بقى والاعلام الروسي. استاذ محمود عايزك بقى تقول لي وتشرح لي ازاي شايفين منتخب مصر اللي هيلعبوه يوم الثلاث. والله يا كابتن عمر، انا كمان الصدفه ان اتحدث مع بعض القرابين من المنتخب الروسي كمان، مش مجرد الصحافه الروسيه. تمام. عدد كبير جدا من المتطوعين في الفيفا قرابين من المنتخب الروسي، اكاد اجزم ليك انه في رعب من منتخب مصر. ده حقيقي. الصحافه الروسيه بتتكلم كلها عن ان صلاح بيمثل خطر حقيقي على مستقبل روسيا في المونديال.
وده دي على وجه يعني نشرت بالفعل يعني. كله بيتحدث عن ان محمد صلاح خلاص هيلعب قدام روسيا، وبالتالي ستكون المهمه صعبه على الدفاع الروسي. الدفاع الروسي بيعاني من كبر السن يعني، ناس 30 سنه و 32 سنه، في بطء واضح في الاداء. محمد صلاح اذا كان باذن الله في الضربات العاليه اللي احنا عارفينها كويس، سيكون خطر حقيقي على الدفاع الروسي، ومن ثم تحت الفرصه للتسجيل للمنتخب المصري. منتخب روسيا عامل ألف حساب للمنتخبات، لأن احنا برضو عاملين ألف حساب لمنتخب روسيا. أملنا كبير إن احنا نحقق نتيجة إيجابية. في اعتقادي يا كابتن عمر النتيجة الإيجابية بالنسبة لنا هي الفوز فقط. التعادل هيحط منتخب مصر في موقف محرج جدا 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 جدا. بعض الجماهير برضو حتى بتتحدث مع بعض الأصدقاء من الجمهور المصري حول هذه النقطة تحديدا، لا التعادل أمام روسيا يقربنا من البطولة تقريبا كلينيكيا، لان تعادلك امام روسيا هيبقى محتاج ان انت تفوز على السعوديه عشان يبقى معاك اربع نقاط، وارجوي تفوز على المنتخب الروسي بالظبط كده عشان يبقى معاك معاها روسيا اربع نقاط، ولكن ستحتاج انت للفوز على السعوديه بنتيجه كبيره جدا طبعا. بالظبط نتيجه كبيره جدا طبعا، احنا كرويا هتبقى غير منطقيه الى حد كبير، وبالتالي نخطط للفوز على روسيا بهدف على الاقل بالنسبه لنا هدف سيكفينا على بشكل كبير جدا. على المستوى الشخصي كابتن عمر برضو انا يعني اتطلع لكسر العقده. يعني فكره انه نوصل لكاس العالم بعد 28 سنه ده امر عظيم، واحنا حاسين بالانجاز واحنا موجودين في روسيا. اجواء هنا رائعه، مشاركه مصر في المونديال حاجه فعلا تشعرك بالفخر. لكن الاهم بالنسبه يعني مش الاهم طبعا، بس الحاجات المهمه بالنسبه لي حاليا في هذا التوقيت المهم هو ان نكسر عقده الهدف. يعني هيبقى شيء صعب جدا ان احنا ما نجيبش جون يعني. طبعا انا عارف طبعا انت بترمي طبعا على كلام كابتن مجدي عبد الغني اكيد هو صاحب هدف مصر. انا مش برمي، انا مش برمي، انا كلمت مع كابتن مجدي عبد الغني نفسه في هذا الاطار. الفكره انه فعلا احتاج تسجيل هدف في كاس العالم صح سيكون امر مفرح جدا بالنسبه لنا جميعا. طبعا طبعا اعتقد ان انت مشاركني في الراي يعني. اكيد طبعا اكيد، ومنتخب مصر قادر على تسجيل ان شاء الله في مباراه روسيا وايضا في مباراه السعوديه. لكن زي ما حضرتك اتكلمت وقلت يعني نتمنى ان شاء الله يبقى منتخب مصر في حالته الفنيه والنفسيه العاليه جدا، وايضا وجود محمد صلاح اعتقد ان ده شيء مهم جدا وشيء ايجابي لمنتخب مصر. يا استاذ محمود يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واتكلمنا ايضا باستفاضه على فرص منتخب مصر امام روسيا، وان شاء الله يبقى لقاء يعني نطلع منه بثلاث نقاط مهمين ويساعدوا منتخب مصر في بلوغ دور الـ16. يعني هنروح بقى للفقره اللي بعد كده قبل ما استقبل ضيفي العزيز، هي فقره حكاوي المونديال، وزي ما احنا او زي ما معودين حضراتكم دايما بنختار لاعب اهلاوي شارك فيها المونديال، ولسه مكملين مع لعيبه الاهلي في مونديال 34، وهو الكابتن مصطفى كامل منصور حارس النادي الاهلي، وبالمناسبه هو اول حارس مصري يشارك في كاس العالم، وايضا هو اول حارس يحترف في كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي. فبالتالي هنروح ونشوف ونسمع تقرير عنه وارجع معاكم واستقبل ضيفي علشان نتكلم بقى مع حضراتكم باستفاضه في اليوم الرابع للمونديال والمباريات المهمه والقويه اللي اتلعبت اليوم. مصطفى كامل منصور الاسم الابرز في جيل الرواد بالنادي الاهلي والكره المصريه، فتح باب سيطرة القلعة الحمراء على حراسة مرمى منتخب مصر في المحافل الدولية عندما اختاره الاسكتلندي جيمس ماكراي المدير الفني لمنتخب المملكة المصرية لحراسة مرمى الفراعنة في مباراة المجر بنهائيات كأس العالم 34، هي المشاركة الأولى لتماسيح النيل في المونديال. ظهور مصطفى كامل منصور في حراسة مرمى المنتخب الوطني بنهائيات كأس العالم 34 فتح الباب أمامه ليكتب التاريخ وليصبح أول حارس مرمى مصري يحترف في أوروبا وتحديدا في نادي كوينز بارك الاسكتلندي عام 39 قبل أن يعود للأهلي ليعتزل بقميصه. لم تنتهي سيطرة الأهلي على حراسة مرمى منتخب مصر عند مصطفى كامل منصور،
لكن حمل أحمد شوبير الراية من بعده في مونديال إيطاليا عام 1990. اليوم يتسلمها محمد الشناوي لتتأكد الحقيقة التاريخية بأن حراسة مرمى مصر في المونديال تبدأ من النادي الأهلي. مصطفى كامل منصور أهلاوي في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، واكيد تابعنا مع حضراتكم التقرير الخاص بالكابتن مصطفى كامل منصور، واكيد طبعا يعني واحد من اساطير كره القدم. وزي ما قلت لحضراتكم هو اول حارس يشارك في كاس، اول حارس مصري يشارك في كاس العالم، وايضا اول حارس يكون محترف في كوينز بارك رينجرز الاسكتلندي. طبعا هنروح لفقرتنا الاخيره اللي معايا ومع حضراتكم ضيفي العزيز رئيس تحرير موقع على كوره دوت كوم والمحلل والمذيع، يعني واحد من يعني الشباب اللي انا يعني اكيد بفتخر بيهم انه يكونوا موجودين في الساحه الرياضيه. رايه الكروي اكيد مهم جدا جدا، وهو كمان معانا عشان يقول لنا ويمتعنا بتحليله. كريم ازيك يا عمر؟ مرحب بيك. الحمد لله. حضرتك طيب. كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. عشان طيب، واكيد طبعا يعني متابع جيد للمونديال، فيعني هبدا معاك سريعا علشان يعني الناس متشوقه انها تسمع وجهه نظرك في كاس العالم ومباريات منتخب مصر، فهبدا معاك رأيك في كأس العالم بشكل عام والنسخة الحالية. شوف طبعا كعادة أي بطولة كبيرة بنشوف الجولة الأولى ما تبقاش فيها الفول كاباسيتي للمنتخبات أو الطاقة القصوى يعني تمام. كل المنتخبات خصوصا الكبيرة ما عدا الأرجنتين، عايزين نحط الأرجنتين على جنب شوية، الأرجنتين عليها كلام كتير تمام. إنما حتى النهاردة يعني خسارة ألمانيا وتعادل البرازيل بشوف إن هما في الجولة الأولى دايما المنتخبات ما تبقاش في قمتها يعني، واللعيبة بتاخد شوية وقت عشان تبدأ يعني تحط نفسها في البطوله، خصوصا كمان النهارده مثلا الموقف اللي تعرضته المانيا، احنا بنتكلم على ماتش المكسيك والمانيا، موقف صعب اللي عمله اوزاريو والمدير الفني للمكسيك حاجه فوق الخيال، التكتيك اللي لعب بيه. ولما نيجي للماتش ونشرح اللخبطه اللي عملها للعيبه بتاعته، وطبعا اكيد يواكيم لوف اتلخبط فيها، خلي بالك يا عمر المدربين لعبوا بعض السنه اللي فاتت في كاس القارات تمام، والمانيا راحت بالصف الثاني تمام، ما راحوش بالصف الاول وكسبوا 4-1 تمام، الماتش ده كسبوا 4-1 تمام. فانا بشوف الجوله الاولى لحد ما المونديال بادئ يعني ايه ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه كده بنطلع السلم واحده واحده، واعتقد ان احنا في الجوله الثانيه يعني قمه المستوى خلاص بقى. الجوله الثانيه انت عارف تبقى حاسمه لتحط تعلي امالك في التاهل مع الجوله الثالثه، او ان انت خلاص بتخرج نفسك بره البطوله. هل شايف ان كاس العالم 2018 ممكن نصنفه اقوى من اقوى النسخ، ممكن يكون اقوى من كاس العالم 98 لسه لحد يعني لحد وقتنا هذا؟ لا لا مستحيل طبعا، 98 دي اعجازيه. ما انا بقول لك يعني انا بقول لك هل تتابع يعني ممكن اصل انت احنا بنتكلم في ربع يوم واهداف بسم الله ما شاء الله ومستويات ومتعه واثاره يعني مباراه. شوف احنا لغايه دلوقتي شفنا ماتشين حلوين، ماتش البرتغال واسبانيا وماتش المانيا والمكسيك، مش شايف يعني في ماتشات فاهم كويس. خلي بالك برضو في منتخبات كتيره حتنك يعني المونديال نفسه قدام 30 فريق موضوع كبير مش زي ال 24 طبعا، ولما هنبقى 48 الموضوع هيبقى اسوء واسوء طبعا. بص ممكن بس ننتظر لدور ال 16 عشان نشوف مواجهات قويه، يعني انت هتشوف مواجهات قويه جدا اذا المنتخبات الكبيره كملت في البطوله، والمنتخبات الكبيره لحد من نصها خرج، فانت برضو هتشوف اعتقد نسخه مشابهه ل 2010 او 2002. اكيد طبعا واحنا بنتكلم على المونديال لازم نتكلم على منتخب مصر، منتخب مصر لعب مباراه اولى امام منتخب اوروجواي وخسر في اخر الدقائق المباراه. تعليقك على مستوى منتخب مصر، وهل شايف ان منتخب مصر يقدر ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في مباراه روسيا يوم الثلاثاء؟ نشوف طبعا ماتش مصر اوروجواي احنا قدمنا انا بشوف يعني مستوى ممتاز جدا، كوبر واضح ان هو كان دارس اوروجواي بشكل فوق الوصف والطريقه اللي لعب بيها، وهو يعني اقتنع ان هو محتاج يغير الطريقه بتاعت 4-2-1 وقلبها ل 4-4-1 وغير توظيف اللعيبه. شفنا النهارده واحد كان بعيد شويه عن المنتخب عمرو ورده، عمرو ورده تم توظيفه كان احد نجوم المباراه هو وتريزيجيه، وازاي النهارده كوبر استغلهم عشان يقفل بيهم الجناحات قدام اوروجواي. بتتكلم على منتخب كل اعتماده على الكرات العرضيه، ان هو عنده سواريز وكافاني مش محتاج ان هو يخترق من العمق كتير. انا بشوف خلي بالك برضو اكتر اتنين تعبوا عندك عمرو ورده وتريزيجيه، وتغيير عمرو ورده ما كانش تغيير فني اكتر منه تغيير بدني، يعني عمرو ورده كانت لياقته تستحمل
يكمل اخر 15 دقيقه. اعتقد كوبر كان سابه في الملعب زي ما هو اضطر ان هو يسيب تريزيجيه. بالظبط احنا شفنا تريزيجيه حصل له شد عضلي في اخر تريزيجيه احنا شايفين الشد هو يعني واقع على الارض الشد في رجله باين. فانت بتتكلم الماتش ده بصراحه احنا قدمنا مستوى كويس جدا للاسف سوء حظنا كان في الفاول. واعتقد بس انا اخد على كوبر حاجه واحده في الدقيقه 80 انت وصلت النتيجه 0-0 وانت قافل الجناحات كويس جدا وعارف ان اوروجواي ما عندهاش الوقت اللي هي تبدع فيه فبالتالي هيحتاجوا ان هم ياخدوا فاولات على حدود المنطقه عشان يحلوا بيه التكتل بتاعك. فاعتقد كان ممكن التفكير يروح لو انا النهارده هشيل ورده كنت انزل محمدي وادخل فتحي هاف ديفندر او ان انا استغنى عن الطرف وانزل مساك ثالث جنب حجازي وجنب علي جبر عشان ينقذني في الكرات العرضيه. نزول رمضان صبحي كان الى حد ما خاطئ عشان رمضان صبحي بيفقد الكره بسهوله جدا ورمضان صبحي اللي شفناه في اخر سنتين مع ستوك مش هو خالص رمضان صبحي اللي كان مع النادي الاهلي واللي كان هو في تصفيات افريقيا لو تفتكر لما طبعاً. جاب هدف الفوز على منتخب نجد. تتكلم على لعيب لحد ما كان بيلعب باستمرار ملهاش دعوه انا بتدرب بره ولا بتدرب ولا بتدرب بره في مصر. ماتشات زي ما شفنا النهارده منتخب السعوديه كنت لسه اقول لك خد اللعيبه واداهم اسبانيا بالفلوس عشان يتدربوا مع فرق اسبانيه شايفين المستوى عامل ازاي. حتى يعني هاخد كوت او هاخد تعقيب من مدرب لجانس لما قال انا فوجئت بلعيب جديد معايا في التمرينه فقالوا لي ده اصل هو مدفوع له فلوس عشان يتدرب معانا ولو سمحتوا نبقى قبل نهايه الموسم يبقى بس اديله 10 دقائق ولا ربع ساعه. ده الاسلوب ده وراك النهارده الطريقه والمستوى اللي اللعيبه بقت فيها. لكن انت النهارده لعيب بيلعب مع فريق بطولات بيحتك بماتشات وبيلعب تحت ضغط. اللعب تحت ضغط يا عمر مهم جدا طبعاً. عشان توصل وتعلي مستواك. فانا بشوف منتخب مصر قدام اوروجواي لعبنا بشكل جيد جدا. ده بس كان المستيك الوحيد عند كوبر. احنا قدام روسيا لازم نغير العقليه تماما خالص. احنا محتاجين نكسب. التعادل 95% احنا بره في الشارع المصري بيسال بقى كريم يعني نعم. وهل منتخب مصر أي. قادر على الفوز امام روسيا؟ قادر طبعا. بس هي الفكره دلوقتي عشان نتكلم كلام واقعي احنا بنتكلم خمس اهداف خوفوا الجمهور المصري في اول مباراه. خمس اهداف ده امر استثنائي بالظبط. احنا بنتكلم احنا المنتخب السعودي مع كام بيتزي صرح بعد المباراه مدرب السعوديه قال هم كسبوا خمسة لكن أيه. مفيش مستوى او ما عملوش حاجه يخليهم تكسبوا خمس لا او يخليهم يكسبوا خمس اهداف. لا هو مضطر. لا معلش روسيا لعبت ماتش ممتاز جدا. احنا بنتكلم وجلوفن عمل ماتش طبعاً. ممتاز جدا واحد من اخطر اللعيبه هناك في روسيا. خلي بالك ان زاويف اتصاب في اول الماتش ده برده ميزه. انت عندك سومولوف المهاجم لحد ما برده هو مشكلته في الكرات العرضيه لعيب طويل كل خطوراتهم الكرات العرضيه لكن بالظبط. لكن جلوفن لعيب مهاري جدا وانت بتخاف من اللعيبه دي بتعمل لنا مشاكل. انا بشوف ان احنا سؤالنا المهم دلوقتي صلاح لما يرجع هيبقى بدل مين؟ هو ده السؤال. هتدخله بدل عمرو ورده وبالتالي تخسر ثلاث لعيبه في الدفاع. صلاح مش هيدافع عشان يكون صراحه في الوقت الحالي عودته من الاصابه صعب جدا تلزمه بواجبات دفاعيه وتخليه على الخط. خلي بالك عمر اللعيب الوينج اللي بيلعب على الخط قدام الباك ده اكتر لعيب بيتم استنزافه لياقيا طبعا. ليه؟ واخد الخط طبعا رايح جاي طبعًا. رايح جاي رايح جاي يعني اخطر مركز تمام مركزين. فبالتالي صلاح نو واي انت او تطلب منه لو سمحت يدافع صعب مش كل شويه. طيب عبد الله السعيد ماتش اوروجواي كان سيء جدا دفاعيا وهجوميا. عبد الله السعيد للامانه كان مختفي تماما. ربنا ستر في الكوره اللي لويس سواريز ضيع فيها الهدف ان هو كان عبد الله السعيد المفروض ان هو كان يبقى موجود مع سواريز لكن اعتقد ان هو سرح بعض الشيء لكن ربنا ستر في الكوره. جميل. ومروان محسن كلاعب سترايكر ما بيرجعش غير عند خط الوسط. فبالتالي لو انت فكرت انك تنزل تشيل عمرو ورده من التيم وتنزل صلاح بداله انت هنا بتخاطر جنك بتخسر ثلاث لعيبه. فانا بشوف المنطقي شويه انك تستغني عن مروان محسن اللي مش ماتشه خالص ماتشه في حاله واحده بس. طلب منك انك تجيب هدف في الشوط الثاني والنتيجه انت متعادل فبالتالي هتبقى مضطر انك تلعب باثنين مهاجمين لازم في الاخر خالص. لكن انا بشوف ابدا بصلاح مهاجم وتسيب عمرو ورده قدام فتحي وتسيب تريزيجيه قدام عبد الشافي مأمنين الاطراف لان برضه روسيا بتلعب على الكرات العرضيه بشكل كبير وبالتالي يبقى النهارده ان شاء الله في مساحه ان احنا نخطف في مثل المرتده خصوصا ان صلاح وورده وتريزيجيه صراع قدام الاثنين مساكين بتوع روسيا لحد ما بطوع شويه. يعني كريم واحنا بنتكلم على الكرات العرضيه نعم منتخب مصر في مباراه البرتغال ايوه خسر 2-1 في اخر الدقائق من المباراه بسبب كرتين عرضيتين رونالدو احرز منهم. صحيح. الخطا ده احنا عارفين ان هو موجود في منتخب مصر. مستر هيكتور كوبر الله اعلم بيشتغل عليه
او ما اشتغلش عليه، بس اللي احنا شايفينه ان هو بيتكرر في بعض المباريات. اخرها ثلاث لعيبه بينطوا في كره واحده، وخيمينيز هو لاعب ممكن نقول هو في يعني اقصر من علي جبر وحجازي، لكنه بيفوز بالتحام وبيسجل هدف. نعم. ازاي مستر هكتور كوبر يشتغل على اصلاح العيب او ان هو يمنع منتخب روسيا من انه يستغل اي كرات عرضيه؟ شوف، الكرات العرضيه مش واقفه بس على المنساك، تمام، تبقى واقفه برضو على الكره العرضيه الكواليتي بتاعها عامل ازاي. يعني مظبوط طبعا، مثلا الاوفر بتاع بيكام اكيد طبعا محدش بيقدر، صعب جدا يعني طبعا. شوف النهارده كان في ناس بتقف قدامه. النهارده في ماتش البرازيل وسويسرا احنا بنتكلم على دفاع البرازيل من اقوى الدفاعات في العالم، انت جايب النهارده تياجو سيلفا وميراندا طبعا، ماشي. طبعا سوبر لاعب مهاجم سويسرا، لحد ما زق ميراندا شويه، يعني عارف اللي هي الزقه الايه، الزقه المحترفه، ان انا ببعدك سنه عشان الكره تجيلي، ولكن مدافعين العالم الكبار بيغلطوا فيها. بص، الكرات العرضيه انا بسليمه كراره، صح مش مختلف معاك، بس انا بشوف ان احنا مشكلتنا في الكرات العرضيه البطء، ودايما المهاجم بياخد خطوه عننا. ادي بس انا بشوف بنلعب بيه محمد صلاح هو اللي على الطرف، وعبد الله السعيد ومروان محسن، تمام، وكان النني وعبد الله السعيد هم اللي بيميلوا على فتحي عشان يقفلوا معاه، تمام، وكان ساعتها كريستيانو، وكان مع الرايت وينج والليفت وينج والليفت باك بتوع البرتغال هم اللي بيلعبوا على فتحي، فبالتالي كنا بنروح على طول بنشوف الموقف بتاع 3 على 1 على فتحي، والشوط الاول كميه الكرات العرضيه اتلعبت علينا كانت كتير. لما عمرو ورده نزل وخد مهام دفاعيه مع فتحي الحته دي قلت جامد، تمام، ولعبنا حوالي اعتقد 25 دقيقه ممتاز جدا قبل ما هيكتور كوبر ما يجرب ورده كفولس ناين في اخر الماتش ونزل شيكابالا يلعب على الوينج قدام فتحي. فهو كان ساعتها كنا بنجرب اساس منع العرضيات انك بتحط الباك وبتحط قدام واحد يامن معاه، لازم اتنين يواجهوا، وانس ان حد من الاثنين دول خرج بره اللعبه الكره دي اتلعبت. انت هنا في جزء 50% بيروح منك، ايه هي؟ ان المهاجم او المنافس بتاعك عنده لعيب بيلعب سويرف حلو ولا لا. لو النهارده قدامك واحد زي بيكهام هتعمل ايه؟ اكيد طبعا، صعب. يعني انا متفق معاك طبعا، انا اساسي يعني عندي لازم اقلل كميه الكرات العرضيه بتروح عليا. كان فاول ملوش لازمه طبعا عبد الشافي، اكيد يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن هو فاول من مكان وفي وقت. دايما يا كريم لما اي مدير فني لما يقول اي مدافع لما لاعب يجي عند الخط انت صحيح. انت حجز او حلق عليه صحيح. هو مش هيعمل اي حاجه بالكوره. فزي ما انت اتكلمت وقلت يعني اكيد مهم جدا، انت عارف يا عمر في ماتش اوروجواي ده اتلعب علينا 32 كره عرضيه خلال الشوطين. الشوط الاول يعني احنا معانا دلوقتي مباراه مصر والبرتغال، دي البرتغال. بص نعم، بس هنا بص يعني معلش يعني الكره هنا اصلا فوق، كانت اعتقد فوق حجازي طبعا، يعني حجازي نفسه لما عمل الجامب نفسه. هل ده بقى سوء تقدير من حجازي؟ بص هنقعد نتجادل فيها. ما لا ما انا بس بص المساحه، بص كان مين هنا بيلعب قدام فتحي؟ شيكابالا اهو، تمام. مين في اللعبه دي كان بيلعب قدام فتحي؟ شيكابالا. معلش لو ممكن استاذ المخرج يرجع لنا الحته في بدايه الهجمه دي، شوف شيكابالا كرايت وينج كان واقف فين. بص هو المفروض ده الرايت وينج بتاعه يقفل عليه، المفروض يضغط، صح مظبوط كلامك، بص المساحه المتاحه عليه المنافس يلعب كره عرضيه، فانت هتيجي تقول لي مين ده غلط فتحي؟ لا مش غلط فتحي، لا طبعا خالص، لا لازم لا النهارده في اللعب بتاعنا اسلوب كوبر، ونشوف الشوط الاول قدام اوروجواي كان دور عمرو ورده ودور تريزيجيه. اول ما اوروجواي توصل للثلث الاخير من ملعبنا، فتحي بيضم كمساك وعبد الشافي بيضم كمساك مع علي جبر وحجازي، وعمرو ورده هو اللي بيعمل دور فتحي، وتريزيجيه هو بيعمل دور عبد الشافي. الكره الوحيده اللي اتلعبت علينا كره عرضيه راحت لسواريز في اول ربع ساعه، لما سواريز سقط ونزل اعتقد الرايت وينج بتاع اوروجواي وضحك على عبد الشافي ولعب الكره العرضيه الشوط الاول. لكن بخلاف ده انت كنت ممتاز جدا واقف طبعا. فانا بشوف احنا مشكلتنا في الكره العرضيه لازم اساسا نمنح او نقلل كميه الكرات العرضيه، لان اكيد المهاجم لو بنتكلم كنسبه طبعا لو جات له 20 كره عرضيه هجيب واحده طبعا، لكن لو جات له 5 النسبه هتقل طبعا. انا بلعب على النسب، فانا بشوف ان طريقتنا في اللعب قدام روسيا مش تختلف كتير، فقط احنا محتاجين نلعب بمهاجمين سرعه. ولو ممكن نشرحها بقى من ماتش المكسيك والمانيا، لما نقعد نقارن ماتش المكسيك والمانيا كاس القارات، ونقارن ما بين ماتش المكسيك والمانيا النهارده، ونبص على نص الملعب. فلما تيجي يعني الفقره بتاعه المكسيك والمانيا ممكن احنا نشرحها. طيب دلوقتي انا عايز اسالك، هل انت شايف فرص المنتخبات العربيه ممكن يكون لي تواجد، او ممكن يكون في منتخب عربي موجود في دور 16 ان شاء الله؟ طبعا ان شاء الله طبعا، اعتقد يعني مصر وتونس في الوقت الحالي واقعيا هم لحد ما اللي عندهم
الامل الكبير. اعتقد خلاص السعوديه اوت من الموضوع بنسبه تفوق 95%، خلاص يعني صعب جدا السعوديه بالمنظر ده قدام اوروجواي، صعب جدا. المغرب خسرت الفرصه بتاعتها، يعني تعادل اسبانيا والبرتغال ده كان بصراحه يعني نعمه لايران والمغرب. انت النهارده فرطت في الماتش، انت اوريدي كنت ضيعت فرص كتير جدا، وهتلاعب اسبانيا والبرتغال والاثنين متعادلين، موقف حرج جدا، والاثنين اكيد في منافسه ما بين اسبانيا والبرتغال عشان يطلع اول. طبعا على المغرب والله يا كريم، قلت ممكن تعمل مفاجاه. اكيد اسبانيا والبرتغال دلوقتي يعني عايزين المركز الاول عشان ما يلعبوش اوروجواي اللي هيبص على مجموعه مصر، اكيد هيبقى نفسه يلاعب روسيا او يلاعب مصر او يلاعب حتى السعوديه، اكيد مش يعني ولا اسبانيا ولا البرتغال عايزين يواجهوا اوروجواي طبعا، بس اوروجواي اعتقد هتحسم المركز الاول. فانا بشوف طبعا فرصه صعبه. خلينا نشوف تونس بكره هتعمل ايه مع انجلترا، مع انه ماتش صعب جدا قدام واحد من اقوى الفرق الانجليزيه في اخر المنتخبات الانجليزيه، يعني في اخر 20 سنه اقوى سكواد، اقوى قايمه شفتها لانجلترا. طبعا انا عايز اتكلم معاك على الدوري الانجليزي وقضيه هل دوري انجليزي او دوري قوي بينتج عنه منتخب ضعيف ولا لا، لكن هنروح ونشوف بقى يعني اراء الناس واراء الجمهور ورسائلهم لمستر هكتور كوبر، وارجع اكمل حديثي مع ضيفي طبعا كريم سعيد. مستر كوبر عامل ماتش المره اللي فاتت ماتش كويس قوي، ومنظم الفرقه وقايلها حاجه حلو. نصايح ليه ان بس يلعب محمد صلاح، ثبت التشكيل زي ما هو، عمرو ورده برده يعمل بيه الاساسي ان محمد صلاح يلعب، لان محمد صلاح هيوقف الاربعه بتوع الدفاع. وبعدين فرقه روسيا خلي بالك 38 سنه يعني فرقه كبيره، احنا فرقه صغيره، عملنا كره حلوه وعملنا كره محترمه، يزق الفرقه بس قدام شويه كده ان هي يعني ايه تهاجم شويه، يستنى شويه على رمضان صبحي الفرقه تلعب زي ما هي، التشكيل هو وربنا يوفق. طبعا محمد علي جبر وحجازي طبعا عمل ماتش ممتاز، محمد عبد الشافي كان كويس قوي، احمد فتحي كان كويس قوي، مدرب كفء ومدرب جميل وفاهم امكانيات اللعيبه بتاعته، بيلعب على امكانياتهم وعلى فعالياتهم في الملعب. والتشكيل المفروض اللي هو يلعب بيه في رايي انا يعني تالي يعني هو نفس التشكيل، بس هو الحاجه الوحيده وهو مش لاقيها لحد دلوقتي ان هو عاوز راجل مهاجم صريح يعني بديل لمروان محسن. مروان محسن هو الموجود، بس اما بيطلعه وبيلعب كهربا او بيلعب ورده راس حربه حر، ما في رايي انا مش صح. وبقى كامش يعني يمكن يؤخذ عليه ان هو ما فكرش حتى عمليه التفكير ان هو يجرب بتاع النجم الساحلي ده اللي كان في انبي عمرو مرعي، ممكن يشوف امكانياته ايه، كان ممكن يفيده في الملعب ويديله اللي هو عاوزه في تفكيره. لكن هي طريق كوبر اثبتت الماتش الاخراني ده ان الراجل ده فاهم هو بيعمل ايه، كل مرحله وليها خطتها، وكل مرحله وكل ماتش وليه ناسه، وحتى الناس بس ايه بيوعيهم على حاجه كان حياه طرد دفاع. يعني احنا كنا ماسكين الكوره في اخر ماتش وضاع مننا ماتش في اخر دقيقه، ده ان كان تفوق، فالتفوق مش من اللعيبه بس، لا تفوق من اللعيبه ومن المدرب. ماتش روسيا نفس التشكيل، وهيحط محمد صلاح بقى، يحط محمد صلاح وهيبقى رمضان صبحي على الدكه، بس نفس التشكيل اللي لعب بيه هو ممتاز، بس هم المدافعين يخلي بالهم شويه لان الاطوال وكده والسرعات. طبعا ما نفتحش الملعب لان روسيا يعني ما عندهاش يعني فكر كروي عالي، بس عندها سرعات قويه، فاحنا نخلي بالنا من السرعات دي. التشكيل ان شاء الله هيبقى حلو زي الماتش اللي فات، بس بزياده طبعا محمد صلاح، عشان محمد صلاح هو اللي بيعمل فرق، بيعمل فرق بالنسبه للمنتخبات بتخاف منه، فهو ده بس اللي بيعمل فرق. ربنا يوفقهم وان شاء الله احنا بندعي لهم وربنا معاهم، يشدوا حيلهم شويه ويتقدموا ويلعبوا كويس ان شاء الله، وهنعوض المره الجايه ان شاء الله باذن الله. احب اقول لهم ان هم يثقوا بنفسهم وان هم برده كويسين، وان شاء الله نكسبوا ويصعدوا ويوصلوا الدور الثمانيه ان شاء الله. انا عايزه اقول للمنتخب مصر شدوا حيلكم وان شاء الله تكسبوا في الماتش اللي جاي. احب اقول ان شاء الله مصر تفوز على روسيا والسعودية. أحب محمد صلاح وأقول له
ان شاء الله تقوم بالسلام. حابه اقول ان انا بحب محمد صلاح وربنا يقومه بالسلامه، وان شاء الله نفوز على روسيا والسعوديه وربنا يقومه بالسلامه، وبحب مستر كوبر وبحب محمد صلاح. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع ضيفي وضيف حضراتكم كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره. كريم هنروح بقى يعني سريعا، معانا تليفون مهم جدا من روسيا من الزميل العزيز والاستاذ ايهاب الخطيب مدير تحرير الرياضه بجريده الوطن. استاذ ايهاب. كابتن عمر مساء الفل. كابتن كريم كل سنه وانت طيبين جميعا. كل سنه طيب، كل سنه وحضرتك طيب، وعيد سعيد على حضرتك على كل الساده المستمعين. طبعا يعني حضرتك موجود حاليا في مدينة سان بطرسبرغ، فعايز أعرف بقى من حضرتك الأجواء الختامية وآخر استعدادات المنتخب الوطني، وتحكي لي عن وصول المنتخب ومحمد صلاح، أكيد حديث الساعة علشان نطمن بيها على حال منتخب مصر قبل مواجهة روسيا. كابتن عمر، الأول الساعة دلوقتي 12:30 هنا في سان بطرسبرغ. المنتخب المصري وصل في تمام الساعة 6 من مساء اليوم إلى مقر إقامته. كل الاستعدادات جاهزه في استقباله بعد التدريب في جروزني. وصلوا الى مقر الفندق، كان في قعده صغيره كده مع المهندس انا بريده، بعدها دخلوا العشاء، بعدها طلعوا لغرفهم. من شويه كانت في قعده محاضره للمستر هيكتور كوبر مع اللاعبين للحديث عن المنتخب الروسي واستعراض بعض الفيديوهات لمباراة المنتخب الروسي ونظيره السعودي. ركز مستر هيكتور كوبر على عرضيات المنتخب الروسي، واكد للعيبه ان المنتخب الروسي بيعتمد على كره جماعيه، فرقه عندها تقفيل دفاعي مميز، ثم عندها سرعه رد فعل في الهجمات، تعمل هجمات مرتده بشكل كويس، وبتعتمد على العرضيات، ودي اكبر مشكله بتواجه المنتخب المصري. شدت شويه على خط الدفاع، وخاصه على علي جبر في بالبلدي كده تطفيش الكرات، وطالبه انه يلعب جوه الملعب يا اقصى اليمين يا اقصى الشمال لاحد اللاعبين، او يلعب للفيرود اللي موجود قدام، عشان بعض الكرات اللي اتعامل فيها علي جبر في المباراه الاولى كان فيها نوع من التطفيش بدون هدف. شدد على الاخطاء بشكل كبير، وشدد على مميزات المنتخب الروسي. وطبعا يعني كده كلم كهربا في بعض الامور، قال يعني قال لهم ان في بعض اللعيبه لما بنزلها الشوط الثاني بيبقى المقصود انها بتدي باور للفرقه وبتدي مجهود جديد. انا في بعض اللاعبين نزل كانت بتستعرض مع نزولها. في المقابل لم يوجه اللوم لمروان محسن، واداله دفعه كبيره جدا، وقال انه مروان ما ضيعش بعض الفرص، لكن عايزه ينزل يستلم من تحت، وعايز يؤدي بشكل جماعي مع اللاعبين. خليني اقول لك طبعا، واخد السؤال من على لسانك كابتن عمر، محمد صلاح بفضل الله جاهز بنسبه 100%، ان شاء الله هيكون ضمن التشكيله الاساسيه من بدايه مباراه روسيا ان شاء الله. هو رافض انه يلعب بالواقي، في واقي كده جابوه اتدرب بيه اليومين اللي فاتوا، واقي كتف هو مش هيلعب بيه، والحمد لله اموره كويسه جدا، والنهارده كان شايل الشنطه على كتفه، يعني كانت اموره كلها تمام، وان شاء الله يشارك في المباراه. الجمهور يا كابتن ايهاب، طمني على الجمهور والتواجد المصري اللي ان شاء الله يكون دفع قوي جدا للمنتخب في ملعب المباراه. لا، الجمهور الماتش اللي فات عمر كان تقريبا 15,000 مصري موجودين في يكتنبرج، اما سان بطرسبرغ اعتقد مش هيقله عن 20,000 مصري مليين كل الشوارع، ناس جايه من كل حته، ناس جايه من استراليا، ناس جايه من امريكا، ناس جايه من دول الخليج، ناس جديد من كل الدنيا ناس جايه. بس سريعا، كان في ما بحبش اتكلم على مشكله، ولكن كان في نقطه نظام النهارده المهندس هنا بريده عملها، وهو مش هقول تحقيق ولا هقول، لكن هو تمت ملاحظة ان في بعض الفضائيات بتقتحم غرف اللاعبين بمعاونة البعض، بتسجيل بعض الفيديوهات داخل غرف اللاعبين، وده طبعا امر يعني امر صعب جدا،
وبالتالي على الفور الدنيا مشدوده جدا في المعسكر في الساعتين اللي هم قعدوها قبل النوم. منع خالص وتم التنبيه على قبل هيطة مدير المنتخب بمنع الامور دي والتعميم على اللعيبه بقى فيها غرامه كبيره جدا لو حد من اللعيبه عمل كده، لان طبعا مطلوب التركيز جدا لان مباراه روسيا هي الامل الاخير للمنتخب المصري. غريبه كابتن ايهاب، غريب قوي ان يعني عندنا مباراه مهمه وان كل واحد يا كريم يعني ان كل واحد بيبص على مصلحته او بيبص على ان هو يبقى ناجح ازاي، وان المفروض عندنا ماتش مهم يعني يا كابتن ايهاب المفروض يبقى عندنا ماتش مهم كله يكون قافل وكله يكون همه على مصلحه منتخب مصر. كابتن كريم خليني اقول لك وكابتن عمر ان انا ما كنتش حابب اتكلم في نقاط انا بحب اتكلم فيها واضح جدا. في قناه اون سبورت معاها الحقوق وما بتدخلش في بعض الامور، بتاخد ايه يعني كانها مش موجوده. انا بعض القنوات اللي بتقتحم عوض اللاعبين وبيتم التسجيل من بعض اللاعبين وبمساعده احد المدربين اللي شارك مع المدير الفني في احد البرامج المقالب، يعني شارك معاه في الاتفاق يعني في احد برامج المقالب، ان تبقى نفس القناه بتاخد لعيبه من المعسكر ويحصل قلق ويحصل الكلام ده. ايهاب شرح كل حاجه دلوقتي. لا ما انا راجل واضح، مش هنقعد نتكلم في حاجات، لكن الحمد لله الامور ملمومه. خلينا بس نعدي الماتش ده ايهاب، هو طبعا بعد الماتش لو حصل في يعني لا قدر الله لو اي سلبيه حصلت اكيد هيبقى ده كبش فدا واضح. لا 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 خالص، انا مش بتكلم ان حد يبقى كبش فدا، احنا بنتكلم عشان الحمد لله نوقف اي حاجه سلبيه بس. ده الهدف من الكلام هو ايقاف اي نقطه سلبيه، وهو اللي عمله المهندس نانا بوريدا، وقف النقطه السلبيه، هي دي النقطه اللي احنا بنهدف فيها، ولا عايزين يبقى في حد كبش فدا، ولا عايزين نبقى احنا بنعمل حاجه عشان بعد كده نحاسب حد. بالعكس المنتخب المصري على فكره الناس كلها بتتكلم ان هو عمل ماتش كويس كويس جدا كويس جدا. بكلمه قال لي بالنص كده، قال لي الكره ظلمه. انا شايف ان الكره مش ظلمه بدون تحيز ولا عاطفه، لان لما يبقى رجل المباراه وحارس المرمى بتاعك طبعا الاجابه اقصى. فاهمني يا كابتن كريم؟ طبعا لما يبقى رجل المباراه سيبنا التعادل يا اخي. ماشي ما صحيش، التعادل كان كويس، التعادل كان فير الاثنين يا ريت. لا والفوز كان احسن، لكن ماذا قدم المنتخب المصري في الشق الهجومي عشان يحقق المكسب؟ خلينا واضحين، قدر الله ما شاء فعل. كم فرصه ضاعت من المنتخب المصري، لكن في المقابل كم فرصه حقيقيه ضاعت من المنتخب الاوروغواني. مفيش شك ان المنتخب المصري لعب مباراه كويسه في الجانب الدفاعي ومسك كوره بشكل كويس، ولكن غابت الفعاليه الهجوميه، وبالتالي يعني هيكتور كوبر قال جمله رائعه في المؤتمر الصحفي، قال لك عندنا مشكله في الشق الدفاعي وفي عدم اجادتنا لاحراز هدف. وانا بقول لك فيكتور كوبر في المباراه اوروجواي كان محتاج كاميرا تكون ملازماه، لان الراجل كان على الخط يعني مش ناقص ينزل يلعب من كتر بعض الاخطاء اللي حصلت في الجانب الامامي. عموما ان شاء الله التشكيل الجزء الخلفي المساكين اذا كان علي جبر وحجازي واحمد فتحي وعبد الشافي وراهم الشناوي في قلب الملعب، اذا كان النني وطارق ان شاء الله الجزء ده ما فيهوش اي مشكله خالص. احمد فتحي عنده شد خفيف وهيشارك. الجزء الامامي في تفكير كبير من مستر هيكتور كوبر، ان شاء الله صلاح هيرجع، ورده كان متالق، هل هيتم الدفع بصلاح على حساب انه يبقى سترايكر صريح او فيرود صريح ويبقى تحته تريزيجيه ووردة عبد الله السعيد، ولا هل هيكون على حساب وردة المتألق اللي هيكتور كوبر شايف انه بعد ما تألق يجب ان يكون له دور في المباراة؟ دي النقطة اللي لسه هتحسم في مباراة الغد ان شاء الله. يعني استاذ ايهاب بصراحة يعني كنت موجود معايا واتكلمنا في نقطة مهمة جدا ولسه يعني هناقشها مع ضيفي، يعني وان شاء الله ما تكونش عامل سلبي على تركيز منتخب مصر في مباراته يوم الثلاثاء. الاستاذ ايهاب الخطيب بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وان شاء الله نكلمك بعد المباراه ونبارك لمنتخب مصر. كريم قبل ما اروح لتقرير سريع عايز اسالك، هل اللي اتكلم فيه الاستاذ ايهاب الخطيب ده هل من رايتس او من حقوق
القناة اللي هي متواجدة في معسكر منتخب مصر ان هي تعمل حاجة زي كده، وهل ده ممكن يأثر بالسلب على اداء منتخب مصر وان هم يطلعوا مباراه تركيزهم من مباراه مرتقبه ومهمه وصعبه؟ يعني مش هاخد الموضوع من الجانب التسويقي، الجانب التسويقي هو خاص بالشركه المالكه لحقوق الكواليس بتاعه المنتخب، واعتقد يعني القناه اللي طبعا واضح جدا من كلام ايهاب يعني القناه اللي مش عارفين هي مين طبعا طبعا، فطبعا هي طبعا اكيد مش حقها ان معروف الكواليس مع مين. بس طبعا اللي حصل هو تصرف فردي، حتى الفيديوهات اللي شفتها امبارح زي ما ايهاب شرح كانت فعلا فيديوهات متصوره من جوه يعني هو بعض اللاعبين ومتصوره اعتقد حاجه من اتنين، للاعيب حط ثبت الكاميرا قدامه بدا يتكلم او في حد بالظبط في خلال خمس دقائق صوروا ان الكاميرا مش متحركه، الكاميرا ثابته وهو بيقول كلمه في ثلاث دقائق واربع دقائق وكده وبيتكلم في امور فنيه حتى يعني. فانا بشوف طبعا يعني اكيد يا عمر بعد اذا حصل لا قدر الله اي نتيجه سلبيه في ماتش روسيا ده هيبقى كبش فيها صدقني يعني. بص بعد ماتش روسيا افتكر يعني كان على قدر الله بس طبعا امر خاطئ، وده اعتقد يعني كان يعني النتيجه بتاعته مكسب مادي طبعا انت عارف الحاجات دي اكيد طبعا بيدفع فيها مبالغ كبيره يعني، فنتمنى ان احنا ان شاء الله يعني الشعب كله ما يدفعش ثمن يعني مكسب شخصي او مكسب لبرنامج او مكسب اعلامي، لا نتمنى احنا ان شاء الله مصر فوق اي حد يا كريم حابين بصراحه، واحنا محتاجين الفرحه دي امانه، الفرحه دي امانه طبعا طبعا 28 سنه مصر كانت عالم في ماتش اوروجواي بعد الفرصه بتاعه كافاني لما بتاعه جت في العارضه احنا كنا حاسين قريبين، حتى في ناس كتير عيطت لما الكره جت في العارضه حسيت ان التعادل قريب بس بعد كده اتسحبت طبعا مع الهدف يعني وقدر الله ما شاء فعل. نتمنى ان شاء الله نعدي روسيا طيب. نعدي السعوديه ونتاهل باذن الله. هنروح لالمانيا والمكسيك لكن هنروح للتقرير بقى علشان اختم معاك في فقره تحليلك بقى ويعني رؤيتك الفنيه لالمانيا والمكسيك يعني ان شاء الله بتفصيل الممالي. نروح لتقرير سريع نرجع نكمل مع حضرتك. اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع ضيفي وضيف حضراتكم كريم سعيد. كريم بقى نتكلم ونروح لمباراه المانيا والمكسيك اللي انتهت بفوز المكسيك 1-0، وانا شايف من وجهه نظري انها تاني اقوى مباراه بعد مباراه اسبانيا والبرتغال واللي انتهت 3-3. بالظبط زي ما اتكلمت يا عمر دلوقتي الماتش ده كان هو يعني كوبي بيست من الماتش بتاع كاس القارات السنه اللي فاتت، بس باختلاف بقى العامل اوزوريو المدير الفني للمكسيك. احنا بنتكلم على اهم لعيب واحد اللي هو كان التكتيك مبني عليه ميغويل لايون. لايون اصلا لعيب ليفت باك، هو باك شمال مع بورتو وراح اشبيليه السنه بالظبط. اشبيليه هو لعب مكان احمد فتحي رايت باك تمام كده. النهارده اوزوريو خد لايون وحطه رايت وينج قدام. ليه بقى؟ لان هو شايف ماتشه مع المانيا في كاس القارات والدفاع الالماني، الدفاع الالماني مشكلته ان هو بطيء وخط الوسط بتاعه النهارده خط الوسط بتاع المانيا كان خضيره وتوني كروس الورك ريت بتاعهم او يعني الحمل البدني بتاعهم هم يجروا ويغطوا اكبر مساحه في نص الملعب قليله جدا، بعكس في كاس القارات كان عندهم كورزيكا وكان عندهم اعتقد هيكتور كمان وكان عندهم رودي كمان لعيبه صغيره في السن اصغر، فما الورك ريت كان اعلى بكتير بالظبط. فبالتالي انت ممكن هنا تستغنى عن قوه الباس بتاعك او جودته او قوه الشوتنج يعني توني كروس يعني طبعا 10 من 10 باسنج 10 من 10 شوتنج، لكن لما تقول له دافع ما يقدرش، عشان كده توني كروس في ريال مدريد ما قدرش يعمل الدور بتاع الهاف ديفندر وجيب بالظبط انت اتكلمت دلوقتي قلت كازيميرو هو طبعا. اللي عمل الدور ده. المانيا دفعت ثمن ان هي النهارده لعبت على خضيره وتوني كروس وبواتنج وهامز في الدفاع، فبالتالي انت النهارده كان عندك ضعف جدا جدا. مين بقى يلعب في المكسيك؟ بتتكلم على لوزانو طبعا نفاسه لوزانو سحب الهدف لاعب بي اس في طبعا نفاسه في ايند هوفن واحد من افضل ليفت وينج في العالم شاشاريتو في اللي هو السترايكر الصريح وكارلوس فيلا طبعا حريف جدا هو البلاي ميكر كان زي عبد الله سعيد عندنا وكان عنده مشكله في رايت وينج. جاب مين بقى؟ جاب الراجل اللي بيلعب ليفت باك وبيلعب رايت باك حطه قدام، فبالتالي انت عملت ايه؟ عملت سرعات كتيره وشفنا النهارده المكسيك بتلعب على المرتدات. ماتش النهارده شفناه كان ممكن ببساطه يخلص 4-5-2 للمكسيك، وبدل طبعا يعني الخبر ما اعرفش الساده المشاهدين عرفوه ولا لا ان ساعه احراز هدف المكسيك الارصاد بتاعت الزلازل في المكسيك رصدت هزه ارضيه من الفرحه بتاعت الجمهور المكسيكي في المكسيك، يعني الناس لما جم دخل بيتنططوا. لا بصراحه هو الله تخيل الجهاز رصد زلزال حتى لو يعني مقداره واحد ريختر بس كان في زلزال حسوا بيه. فاللي عايز اقول ان المدير الفني بص النهارده المدير الفني ازاي النهارده استغل الهزيمه بتاعته وطور وذاكر واستعد للمباراه كويس جدا. يوخيم لوف بطل عالم بيلعب يوخيم لوف واحد من افضل المديرين الفنيين في العالم حاليا، بس المانيا دفع الثاني ثمن خط الوسط بتاعها انا بشوفه كريت ممكن
عنده مشكله في الشوتينج، عنده مشكله في الباسنج، لكن دي ما تفرقش معايا. المهم عندي انك تضغط سيطر حامد في ماتشات معينه. انا مش عايزك ولا تشوت ولا تعمل لونج باس ولا تعمل ثرو باس، انا عايزك بس تضغط وتكافير لي اكبر مساحه في الملعب زي بدل ما شفنا سام مورسي كبديل في ماتش اوروغواي. فده انا بشوف النهارده اوزوريو مدير فني المكسيك عمل احسن مباراه تكتيكيه اتعملت في المونديال، واستخدامه للراجل المدافع بتاعه في مكان هجومي، وشفناه ليون في الشوط الثاني ثلاث انفرادات يا عمر من عند ليون وتسديدته كانت ممتازه جدا بس راحت جنب الهدف، وكان ممكن النهارده هو هيحرز هدف او هدفين في المانيا بسهوله جدا. طيب هل انت شايف منتخب المانيا فاكر سنه 2000 لما خرجوا من اليورو كانت حصلت مشكله وتقعدوا 18 يعني 14 سنه لحد ما بداوا ان هم يحققوا مراكز ثالثه او ثاني ثالث وياخدوا كاس العالم، هل انت شايف المانيا في 2018 ممكن يحصل معاها نفس السيناريو اللي حصل معاها سنة 2000 ان الاعمار بدأت تكبر وان نص الملعب زي ما انت ما بتقول ما حدش ما عنده المجهود البدني اللي بيقدر يسد بلغة الكرة مع المنافسين او اللعيبة اللي بيكون عندهم مجهود بدني اعلى، فانت شايف ان ممكن المانيا تتغلب على ده ولا المانيا ممكن تقع في الدوامة دي تاني؟ لا اعتقد المانيا عندها لعيبة يعني حتى رودي وحتى كيميتش نفسه طبعا كان بيلعب الدودة، بص كيميتش بيعمل الرول ده بالظبط زي فيليب لام افتكر فيليب لام طبعًا كان بيلعب باك يمين وكان في اوقات كتير مع منتخب بيلعب في نص الملعب وكيميتش شفناه مع بايرن متالق جدا ويعني مستواه عالي قوي قوي عن بدايته، فاعتقد لا المانيا ما عندهاش مشكله في الحته دي، والمانيا كمان عندها مواهب كتير. هتتكلم على منتخب المانيا احنا بنتكلم عنده ثلاث منتخبات يعني طبعا ألمانيا ده الغريب يعني انا يعني هل ممكن خواكين لوف تعرف انه مدرب برضه دماغه ناشفه شويه لوريس ساني صحيح بس خلي بالك لوريس ساني انا بسالك هل انت شايف ان استبعاده صح؟ لا طبعا لا انا ما اشوفش ان هو عنده بس هو مبرر شويه هو حتى هو كان عايز طبعا يدي فرصه لريوس ولا عشان كاس القارات لما استدعاه هو اعتذر وكمان لقاه بيلعب في مباراه مع مانشستر سيتي فبالتالي ممكن يكون ده اغضبته وحابب يحافظ على مبادئه في بعض الامور تبقى خارج الملعب تمام عايزين نفتكر حتى في 2014 المانيا كان عندها مشكله في بلاي ميكر ما بين مسعود اوزيل وجودزا يعني كان الاثنين حتى بيلعبوا مع بعض في نص الملعب كنت بتلاقيهم عندهم مشكله وكان هو بيضطر ان هو يطلع واحد بره الملعب تمام نفس المشكله في الارجنتين ديبالا وميسي تمام هنا بيلجا النجوم يعني النجوم برضو ليهم ضغط يا عمر ما تنساش ده توني كروس استحاله هيقعد احتياطي رودي صعب فاهم قصدي هو قوي يعني فاهم طبعا كمان لسه فايز بالتشامبيونز ليج وبيلعب اساسي مع ريال مدريد سان باولي مثلا في ماتش الارجنتين ده راجل ده مش بينزل هجوايين وهو محتاج مهاجم تاني بينزله في الدقيقه 50 معلش هو انا دلوقتي لو مدير فني وعندي واحد زي ايكاردي انا حتى لو مش محتاجه طب ما انا احطه على مقاعد البدلاء خايب ميتزا ما انا جايب لعيب من اندبندنتي واحد من الفريق من الدوري الارجنتيني فضله على هداف الفريق وهداف وهداف الدوري الايطالي انت متخيل يعني ايه ايكاردي نفسه كان ممكن يلعب مع اجويرو كسترايكر تاني او يلعب مع هيجوايين ما يلعبش بس يبقى موجود ايوه ده يبين لك النهارده ازاي برشلونه حل فالفيردي ازاي النهارده حل رحيل نيمار بقوه شخصيته انه اكبر ميسي انه يقبل انه يلعب مع سواريز في قلب الملعب لان خلي بالك ميسي كان عنده ازمه لما سواريز جه ولعب هو السترايكر فرد اعتقد النجم بتاعك انه يسمع يعني النصائح بتاعتك وكلامك عشان مصلحه الفريق ولا هتغلب مصلحته؟ عشان كده انا بشوف مثلا منتخب الارجنتين ما عندوش مساحه انه يرجع في المونديال شويه لكن المانيا عندها البرازيل عندها فاهمني بس ده هنشوفه ان شاء الله في الجوله الثانيه يعني كريم قبل ما اختم معاك بعد تحليل رائع واكيد مفصل عن مباريات كاس العالم وفرص منتخب مصر انت عارف ان مارادونا بقى يعني بما اننا بنتكلم على الارجنتين تعالى بس نختم بخبر عارف ان الملعب سبارتاك موسكو اللي كان بيلعب فيه منتخب الارجنتين ضد منتخب استراليا كان فيه يافطه الملعب ده بالتحديدا انه ممنوع التدخين فيه فمارادونا يعني زي ما حضراتكم شايفين دي اليافطه اللي موجوده في كاس العالم ويلكم تو ذا توباكو في 2018 في فاول كاب يعني ممنوع تدخين في ارضيه الملعب فبالتالي مارادونا احسن لاعب في العالم والاسطوره ما ينفعش يعني ما ينفعش يكون طبيعي لازم يكون مختلف عن الناس انا اسف انا اقول دي اخلاق مارادونا يعني مارادونا جوه الملعب شيء بره الملعب يعني زيرو اخلاق يعني لا مارادونا بص لعيب اسطوري كل حاجه لكن مارادونا فشل ان هو طبعا هو يحافظ على الهيبه والقدوه اللي هو فشل قدوه يعني انت عمرك ما هتقارن ما بين مارادونا وبيليه
كقدوه للاعيبه كره القدم. تشوف بيليه بقى سفير للفيفا وسفير للامم المتحده، مارادونا يشرف يعني عنده برستيج كده. طيب يعني في الختام اكيد كريم بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معايا، وان شاء الله هنكون موجودين مع بعض في اكثر من مناسبه. يعني هنا الختام مع حضراتكم، كان معانا كريم سعيد رئيس تحرير موقع يلا كوره دوت كوم. ان شاء الله بكره نشوفكم في حلقه جديده من المونديال في نفس الميعاد من 10 ل 12. نشوفكم بكره على خير في نفس الميعاد. تصبحوا على خير، السلام عليكم.